التوقف والفوز على الصين والفوز على فلسطين تحضيرا لمرحلة قادمة ما بين كأس القارات هناك في البرازيل وما بين كأس آسيا هناك في الإمارات في يناير القادم. العربي بحراس المرمى مسعود زراعي، خط الظهر بأحمد إبراهيم، جاسر يحيى، ياسين يعقوب، أحمد فتحي، عبد الله معرفي وجاسر يحيى، محمد سالم موجود في اليمين، عبد الرحمن منصور في الشمال، والثلاثي الأمامي محمد صلاح النيلي، ديجو جارديل وفرانكو أرازيلا اللاعب الكولومبي. بينما فريق الريان فيلعب اليوم بحراس المرمى عمر باري، خط الظهر مكون من موسى هارون وعلي سند النعيمي، محمد جمعة العلوي وموفق عوض مع غياب النهاردة لجونزالو فييرا المدافع الأورجواياني، نص الملعب عبد الرحمن الكربي، دانيال جومو، نجين كو، أمامهم المثلث الأخطر في الريان دائما وأبدا وفي الهجوم في كرة القدم القطرية لفترات يتوقعها الجميع أن تستمر، خلفان سوريا تباتا. صحيح لم يقدم المثلث حتى الآن ما هو مطلوب منه، لكن دائما سيكون أعين الجميع وأذان الجميع حاضرة من أجل أدائهم وقيمتهم وسماع أصوات تصويباتهم وأهدافهم في الشباك. مشاهدينا الكرام، افتتاح الجولة الخامسة، لقاء الآن سيلعب عقب هذا اللقاء النهاردة في قطر مع الشحانية، بينما غدا الغرافة سيواجه أم صلال والأهلي مع الخرطيات، وتأجل لقائي الدحيل والسيلية يوم الأحد القادم والسد والخور. لوكا المدرب الذي يقود فريق النادي العربي على أمل أن يكون أفضل مما فات، بينما مدرب آخر أرجنتيني رودولفو أروا بارينا مدرب الوصل الإماراتي السابق، مدرب بوكا جونيور الأرجنتيني السابق 43 سنة في مواجهة المدرب لوكا بونيتش. خبرة كبيرة للوكا، مشواره الكبير سواء كان مع الشحنية مع الأهلي هناك في السعودية، مدرب عنده مشوار وتاريخ جيد، أيضا مدرب النادي الريان الأرجنتيني أيضا مدرب له تاريخ جيد. من هنا إحنا طمعانين في أداء إن شاء الله يكون كبير يليق بقيمة الحدث. اللقاء الكبير من استاد حمد الكبير، العربي بالأحمر والريان النهاردة باللون الغامق الكحلي الغامق نقدر نقول. على يسار السادة المشاهدين، معا مشاهدينا الكرام نلتقي وأحداث اللقاء الذي ينتظره الجميع دائما، لقاء ما بين الرهيب والأحلام. بداية اللعب نادي العربي على طول، نشوف جاردال نجمهم الكبير والدور الكبير اللي ممكن يأديه النهاردة، انطلاق على طول واللمسة، غلفان وضربة الرأس على طول، ولكن على طول تطلع إلى حارس المرمى وبسهولة لعمر باري. بداية قوية من النادي العربي، ودي فرانكو أرازيلا لاعب الكولومبي لهدفين من أهداف النادي العربي اللي سجلها حتى الآن، العربي جايب 8 أهداف، هو ليه هدفين منهم، واحد في الخور 1-0 واحد في أم صلال والفوز بالخمسة 1. أمامية على طول أحمد فتحي جوكر النادي العربي، أحمد مرة لاعب وسط مهاجم مرة لاعب وسط مدافع مرة مدافع في قلب خط الظهر، ممكن يلعب في تركيبة مجموعة خط الوسط وممكن في مجموعة خط الظهر. طويلة أمامية على طول مسعود الزراعي، فرانكو رأس الحربة وتحركاته، محمد صلاح النيلي اللي قدم أداء جميل الحقيقة الفترة اللي فاتت. هو الحقيقة محمد صلاح من وهو ولد صغير لسه طالع في نادي الريان وهو باين مشروح حاجة كويسة، جسمه كان نحيف شوية وزنه قليل شوية، لكن كان باين ان هو كورجي، انتقاله للسيلية اظهر قيمته، ومع العربي يظهر قيمة جميلة. وادي العرضية من جاردال اللاعب البرازيلي، لكن على طول الى تباتا واحد من العناصر الكبيرة والمهمة في الكرة القطرية في الفترة الأخيرة، إلى سوريا كذلك، محمد صلاح النيلي، إلى جارديل، لكن في أوفسايد. أوفسايد صافرة سعود العزبة حكم اللقاء الدولي مع مساعدين دوليين كبار، طالب سالم المري الحكم المونديالي، خالد خلف مساعد ثاني، فيصل اليافعي الحكم الرابع، اثنين حكام إضافيين سلمان الفلاحي عبد العزيز موسى، ويراقب الحكام الكابتن جاسم الهيل. جينكو إلى تباتا استلام بدوران سوريا يكمل المهمة، حكم اللقاء قريب تماما وقول إتاحة فرصة، أنا معاه تماما إتاحة الفرصة، ملوش لازمة أبدا إيقاف اللعب على لعبة في صالح الفريق، وده اللي بينادي بيه الحقيقة الاتحاد الدولي باستمرار، خاصة إتاحة الفرصة لمزيد من المتعة. وده الانطلاق محمد جمعة في لعبة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن العراقي أحمد إبراهيم بعد سعد ناطق في نفس المركز، يأتي أحمد إبراهيم ليكون صمام أمان لفريق النادي العربي في خط الظهر، لاعب المنتخب العراقي، لاعب الاتفاق السعودي السابق،
ولاعب أربيل العراقي ولاعب الوصل الإماراتي، خبرة كبيرة لأحمد إبراهيم، تروح على طول إلى تباتا الرهيب يصوب ولكن خارج القائم اليمين على طول إلى ضربة المرمى. إلى ضربة المرمى، لعب إيجابي، التحضير كويس. دايما اللعيبة الكبار بيبقى هدفهم المكسب، واللي هدفه المكسب دايما بيفكر في اتجاه المرمى ودايما لعبه إيجابي. أحيانا ممكن يقف على الكورة، يعمل باص بالعرض، يعمل باص قطري، لكن في المعظم تفكيره جو فور جول، سواء هو بنفسه بيجري بالكرة في اتجاه الجول أو المرمى أو يعمل باص لزميل يروح يجيب هدف. في لعيبة تشتغل بعرض الملعب وفي لعيبة تشتغل في اتجاه المرمى دائما، مش كده ولا إيه؟ ولكم في الظاهرة رونالدو القدوة الحسنة في اللعب في اتجاه الجول باستمرار، حتى إن عنوانه في مشوار الكرة رونالدو جو فور جول، هي حسبته كده. أدي محمد صلاح النيلي، أحد الشبان اللي أثبتوا جدارتهم الحقيقة في أكتر من مرة وأكتر من موقف. على طول بدلاء النهاردة موجودين معانا، لاعب البرازيلي فارياس فرانشيسكو قاعد النهاردة احتياطي، موجود على دكة البدلاء مع النادي العربي. أدي على طول الأمامية، خلفان عرباوي سابق، سداوي سابق، لكن زي ما قال بشار عبد الله يعني بيلعب ضد فريق الطفولة، عندما كان طفلا كانت بدايته مع النادي العربي، ثم صنع التاريخ وأي تاريخ مع نادي السد لنفسه ولنادي السد وللكرة القطرية، انتقل للعربي ومن العربي إلى الريان، لكن لا زال ليس هو خلفان لا السد ولا العربي، في انتظار خلفان كما يجب أن يكون. تاني على طول أقصى اليسار، مسيرة صغيرة مقطوعة، تدخل قوي من دانيال جومو، فدائية وروح عالية من لاعبي الفريقين. موسى هارون بيضغط على محمد صلاح وتطلع على طول من موسى هارون إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح عبد الرحمن منصور ظهير جناح النادي العربي. العربي بيلعب بثلاثة في قلب خط الظهر، سيستم الفريقين مختلف كسيستم لعب، الاستراتيجية ممكن تلاقوها واحدة، الهدف عند الفريقين واحد، لكن الطريقة اللي بيستخدم من خلالها تنفيذ الخطة بتبقى مرتبطة بإمكانات اللاعبين. ممكن المدرب ما يكونش عايز يلعب بالطريقة دي، لكن بيضطر لأن دي الأدوات اللي معاه. أحيانا ببقى فلسفة مدرب عموما وأحيانا اضطراري، فيش مدرب بيقول أنا هلعب بطريقة كذا قبل ما يشوف الفريق، لازم يقيس وبعد ما يقيس يقرر، مش هروح أشتري البدلة اللي لونها إيه وخلاص، لازم تشوفها تتناسب مع مقاسك ولا لا. تاني على طول تباتا إلى سوريا، هات وخد بشكل جميل، سوريا بادئ بداية كويسة، إلى خلفان ولكن أطول من اللازم على طول عند مسعود الزراعي. السنة اللي فاتت لما لعبوا بعض الفريقين العربي فاز على الريان 3-1، فاكرين كاري كاري وجارديل وحمد الله كان سجل للريان، بينما كان الريان فاز في اللقاء الثاني 4-2 على النادي العربي، كان سجل سوريا وتباتا وحمد الله وجونزالو فييرا اللي بيغيب النهاردة عن خط ظهر فريق الريان. وقتها كان سجل للعربي سعد ناطق المدافع العراقي، كان هو اللي سجل الهدفين في الدقيقة 70 والدقيقة 85. النهارده موجود احمد ابراهيم، هل يقدر يسجل احمد كما سجل سعد ناطق العراقي في نفس المركز السنه اللي فاتت؟ خلفان وفنتاته ومهاراته ولعبه سيزر الجميله اللي بيعملها بريتم جميل. عبد الرحمن الكربي لاعب نص الملعب، سيطر الريان، الريان نقدر نقول مسيطر، ولكن مفيش لعب على المرمى، مفيش لعب على المرمى، سيطره ظاهريه بدون خطوره حقيقيه. يعود العربي للخلف وخلفان يصول ويقول يبحث عن أول جول، الكربي يقف يأجل يرجع تاني على طول أقصى اليسار، صغيرة إلى دانيال جومو، يا ولد على طول إلى سوريا، بدأ يقتحم منطقة الجزاء، قرب نادي الريان ولكن على طول يا ولد يا سوريا، ولكن قفلوا عليه الكترة غلبت الشجاعة، ما فيش كلام. أحمد إبراهيم ومحمد سالم المال قفلوا عليه، خلصوها وخدوها، وتبات على طريقة رونالدينيو عالميا وعلى طريقه الاسطوره الليبيه طارق التائب عربيا. طارق التائب كمان كان حاجه جميله عظيمه، اسره تباتا في المدرجات كما هي اسره جين كو اللاعب الكوري في المدرجات، وزي ما قلت لحضراتكم المباراه كبيره والاستعداد ليها كبير، تجهيزات امنيه كبيره جدا جدا من حيث سيوله الوصول للمرمى والملعب، لكن برضه لازمنا بنقول كنا نتمنى الحضور الجماهيري يكون اكتر من كده. في حضور جماهيري اوكي، لكن دايما احنا طمعانين في اكتر من كده، طموحنا الجمهور يحضر اكتر من كده، خصوصا كاس العالم خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. 2002 ك
كأس العالم قادمة، وبالتالي لازم كلنا نحضر نفسنا للمتابعة أكثر، المؤازرة أكثر، المعايشة أكثر، تحفيز اللاعبين والمسؤولين أكثر وأكثر، وإن كان واضح إن هم اللي بيحفزونا مش إحنا اللي هنحفزهم، مش كده ولا إيه؟ اللجنة العليا للمشاريع والإرث والعمل على قدم وثاق، والكل الحقيقة يعمل من أجل الوصول لنقطة 2022 لتكون الدوحة، تكون قطر في أبهى صورة، نعم كما يجب أن تكون. هذا الباص العميق فكر بعمق ولعب في العمق، لكن حارس المرمى بيغطي العمق مسعود الزراعي. مسعود مفيش تحضير من ورا للنادي العربي، ليه؟ لأن الريان عامل ضغط عالي فيمنعك ويخوفك أنك تبدأ على الأرض. أمامية على طول إلى فرانكو أقصى اليمين، شكل كويس، محاولة السيطرة. جاسر يحيى في نص الملعب على طول إلى جاردال، يغير اتجاه اللعب بشكل جميل لعبد الرحمن منصور. عبد الرحمن موقف الواحد على واحد، بيضغط عليه موفق، ترجع تاني إلى جاردال، بيعمل حاجات حلوة أحيانا وأوقات بيختفي، بيلبس طاقية لخفة، بيضغط عليه بقوة وبإصرار كبير جدا جدا جدا، تطلع خارج الملعب إلى ضربة ركنية. نجينكو لاعب الوسط المدافع اللي قام بدور المدافع في خط الظهر، ابص جاي فين؟ بص جاي مع رقم 10، رقم 10 بالاحمر لاعب وسط مهاجم في العربي، ورقم 22 بالازرق لاعب وسط مدافع بنسبه اكبر مع الريان، فطبيعي الالتزام والانضباط. الكوريين منضبطين مفيش كلام، فازوا بذهبيه الاسياد في البطوله الاخيره وقدموا عروضا محترمه. راية مرفوعة، ادي الضربة الركنية، هنا مفيش حاجة، اللي جاية بيها دي هي الاوفسايد، بص اللي جاية دي اهو، كان في موقف تسلل واستفاد منه. في المدرجات جماهير الريان وجماهير العربي، الاحمر هيفوز النهاردة ولا تعادل؟ بس اي احمر فيهم مش كده ولا ايه؟ قالها محمد دهام لضيوفه، اي لون احمر هيفوز النهاردة؟ نشوف نشوف. أحمد فتحي، علي سند النعيمي بيلعب كستوبر النهاردة، سيبستيان سوريا يقتحم ويتقدم، يراوغ من جديد ويصوب، ولكن فين يا سوريا؟ فين يا سوريا؟ ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح نادي الريان. العربي بدأ الموسم بفوز 1-0 على الخور بأريزالا، فرانكو أريزالا. الماتش الثاني كان ماتش كارثي، نتيجة كارثية، الخسارة أمام السد ب10 أهداف وبغداد سجل 7، يعني حلم تحول إلى كابوس غير طبيعي. ولكن ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أفضل بداية مش كده ولا إيه؟ أدي ضربة الرأس على طول، كان سقوط النادي العربي بالعشرة دافع وحافز لما هو أكتر. كمل بعد اللعبة دي، أدي العرضية الخطيرة، برافو مسعود زراعي، تصويبة حلوة 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 حلوة. محمد جمعة الظهير الجناح الذي دائما وابدا ما يتقدم، المره دي بيزيد في العمق لان نجينكو موجود على الخط، والكره المرتده من حارس المرمى مسعود زراعي ياخدها بوش رجله على طول، لكن يشيلها من تحت، يلمس الكره من تحت وهي رايحه على اصبع رجله الصغير، فالحتتين ما بين لمسها من تحت شويه ورايحه على اصبع رجله برضه شويه، الاثنين طلعوا الكره فوق. تكنيك مش مظبوط، تكنيك المهاري في لمس الكره، وكذلك الحركي، لاني رفع رجله، نزل رجله تحت زياده عن اللزوم اللي بيها تلمس الكره من فوق قوي. الزاويه نفسها اللي بيلعب بيها، سلام على نجينكو بادئ كويس قوي. سوريا متحرك ونشيط كما هي العاده، بيضغط عليه احمد فتحي، تاني على طول الى جارديل، يرجع لورا النجم البرازيلي الوحيد اللي مستمر مع العربي من السنه اللي فاتت. كاري خلاص ترك الفريق، عبد الرحمن الكربي، احمد عبد المقصود النهارده قاعد احتياطي مع نادي الريان. ادي الانطلاقه اماميه، مفيش اوفسايد، مفيش اوفسايد، يا ولد. عمر باري على طريقه ناير الحارس الالماني الكبير، سويبر عظيم في اللعبه الاخيره، قام بدور القشاش وغطى خط ظهره بالكامل، لكن خط ظهر نادي الريان انضرب بفرق السرعه لولا براعه عمر باري. النادي العربي بيحترم امكانات لعيبه نادي الريان الكبيره ويعود للخلف بنسبه اكبر ويعتمد على هجوم مرتد، ولا مانع من الهجوم المنظم زي ما احنا شايفين دلوقتي، هجوم منظم اهو مش مرتد. احمد فتحي اعظم ما فيه انه هيبدا الهجمات من ورا كويس. احمد فتحي كان هو وخلفان مع النادي العربي ادوا فتره جميله الحقيقه لما جاله خلفان، لكن خلفان انتقل للريان. تاني على طول عبد الرحمن الكربي،
علي سند النعيمي. سانشيز مدرب منتخب قطر، الفوز على الصين والفوز على فلسطين، والبحث دائما عن كل ما هو من يضيف للمنتخب في المرحلة القادمة، بيتأكد من ثبات مستوى بعض اللاعبين وتطورهم، وبيشوف اكتشاف حد ممكن يكون دي مرحلة نضوج بالنسبة له. ما هو لعيب الكرة في حاجات كده، في مواقف ومرحلة تبقى مرحلة نضوج، النضج البدني تلاقيه فرق قوي، النضج الذهني عند اللعيب والتفكير والتركيز. بدلاء ولعيبة محترفين جايين الفترة دي، لوكا اللاعب البرازيلي أيضا حضر لنادي الريان لكن لسه واصل أمس فقط، منا له التوفيق إن شاء الله. حمد الله خرج من تشكيلة نادي الريان، ما نقدرش نقول على حمد الله غير إنه لعيب كويس، لعيب كبير، منا له كل توفيق، حضر بكل احترام وبكل تقدير هنا في الكرة القطرية وقدم بشكل جميل. الريان ضاغط هات وخد، ولكن في الوقت المناسب. برافو عبد الرحمن، الهجوم المعاكس، ادي الولد السريع، لكن علي سند النعيمي اللي بيتوظف كستوبر ينجح تماما في انقاذ الموقف. برافو الى موفق، صغير رشيق انيق، ادي العرضية جميلة جميلة، ولكن فين التكملة في الزاوية العكسية من خلفان. سوريا قرب قوي على تباتا واصبح القائم البعيد بدون توزيع جيد. فرانكو تعدي الى موسى هارون، عرباوي سابق خلفان عرباوي سابق، والاثنين مع الريان. من تاني علي سند النعيمي، خلفان بيهرب من على الخط ويبتدي يقابل الملعب كله بوجهه بالكامل. اماميه دانيال جومو، ادي دانيال جومو بيقتحم للامام هذه المره، لكن اماميه على طول تتقطع وبدخول قوي، قاسي شوية قد يكون، تبقى ضربة حرة، ضربة حرة. جاسر يحيى دخوله في نص الملعب بقوة أحيانا بيكون مفيد، بس لما بيفرط في القوة أو اللامبالاة هي اللي بتعمل المشاكل. لكن لعيب مجتهد، تركيزه عالي، تحركاته كويسة، كرته معقولة جدا بالنسبة للبوزيشن بتاعه. ضربة حرة لصالح الريان، الأقرب لمرمى العربي، أكثر من قرب العربي لمرمى النادي الريان زمنيا في الفترة اللي فاتت. الضربة الحرة نشوف تباتا، وادي التقدم جينكو على طول، حارس المرمى مسعود الزراعي، لكن محمد جمعة يسيبها ورا. كان في أوفسايد، كان في أوفسايد رغم إنه ما لعبهاش. بص إيه إيه. بداية اللعبة كان فيها أوفسايد، واللي كان أوفسايد تداخل في اللعبة اللي هو أحمد إبراهيم، فأصبح في الأكتف إريا، أصبح مشارك، عشان كده الراية طلعت. شوف لحظة خروج الكورة، مش باينة هنا باينة طبيعية، هنا باينة طبيعية. مسعود الزراعي نص ملعب، عبد الله معرفي، عبد الله جامدة جدا يا عبد الله، عايزه تكون قطريه اكتر في اتجاه الرايه الركنيه عشان تفضل كتير ما تنزلش. اللعيبه المخلصين قوي للنادي العربي اللي روحهم عاليه قوي وعنده غيره كبيره دايما على فريقه تشعر بيه في الملعب. ما شفناهمش، ما عدناش معاهم، لكن نشعر بذلك. الريان نسبه سيطره 65% مقابل 35% سيطره للنادي العربي. كل ده ولا حاجه غير انه نفسيا بس، لكن طالما 0-0 ولا تفرق. هجمة مرتدة للنادي العربي يخلص على الموضوع، لكن دي مقربة النادي الريان من التهديف، قريب من المرمى. تاني على طول جاردال معلم، أقصى اليسار لعبد الرحمن منصور، عبد الرحمن محمد صلاح في اليمين، في الشمال ما عندوش مشكلة. محمد صلاح، أحمد إبراهيم، محمد صلاح ولد بيجمع لعب ازاي، شو بيثقوا فيه ازاي، ولكن خلي بالك عمل مشكلة، الحكم مشاها فاول، هي فاول من اللعبة الأولى، فاول من اللعبة الأولى. جونزالو فيرا مدافع نادي الريان قاعد في المدرجات، وادي محمد صلاح عشان عارف انه غلط رايح بيعتذر، وانا احب اللعيب اللي كده قوي قوي قوي، راح يعتذر لعبد الرحمن الكربي بغض النظر ان هم اصحاب او بيقابلوا بعض بعد الماتش. احب اللعيب اللي يغلط يعتذر، مش لازم يعتذر بيروح بقى يبوس الراس لا، مجرد بس يرفع ايديه او يبص للعيب اللي غلط معاه اعترافا بان هو اخطا، دي لوحدها ليها معاني كتير، حتى بتقلل من حده اللعيب اللي انضرب، ما يقومش يضربك، ما يدخلش في الجامد يعورك، يعني منها ذكاء ومنها اخلاق وروح كويسه. خلينا فيها من ناحيه الاخلاق والروح الكويسه، هتلاقيها هي نفسها الذكاء.
لأن الأخلاق هي الذكاء كله، مش كده ولا إيه؟ علي سند النعيمي أقصى اليسار، الريان فاتحين عرض الملعب كويس خصوصا ناحية الشمال، ناحية اليمين موفق ما بيشتغلوش معاه كتير، واضح إن مركزين أكتر ناحية الشمال اللي فيها خلفان لأنه بيميل أكتر ناحية الشمال. عبد الرحمن الكربي يرجع تاني لعلي سند النعيمي، مرحلة تحضير اللعب، مرحلة بناء اللعب تكتيكيا في علم التدريب في الهجوم بيسميها مرحلة بناء اللعب أو مرحلة بناء الهجوم، بناء الهجمة بيبني فيها. هنا مرحلة التطوير بيطور، ولكن مش مظبوط. ليه؟ لأن الباص جامد زيادة عن اللزوم، يبقى بيفكر وهو بيشتغل بالعرض، لما قرر يلعب لقدام الباص جامد شوية على موفق الظهير الجناح المتقدم. تحضيرات، قد يكون أحد اللاعبين شاعر بقلق أو شد أو حاجة فبيحضر له بديل، وده طبيعي جدا، المفروض اللعيبة كلها مسخنة كويس نجينكو، لكن الباص مش مظبوط لأن في فاول. سعود العزبة ماشي كويس قوي بالماتش، مفيش مشكلة، هو طبيعته حكم هادي، وتعيينه لإدارة هذا اللقاء اللي قد يكون في مستقبل مباراة عنيف أو متوتر بيحتاج حكم هادي، لكن ماتش متوتر تجيب له حكم عنده سمات التوتر الدنيا تولع، مش ناقص مش ناقص. عبد الرحمن الكربي لموسى هارون، دانيال جومو عميق سوريا، طالما المهاجمين ما بيتحركوش صعب البناء يبقى حلو. هنا التحرك، بدأ البناء تحرك، ليه؟ لأن لاعب الوسط تحرك. يا سلام على نجينكو يا ولد العيب، منه الموفق اللي دخل في العمق، غيروا أماكنهم مع بعض، ناحية الشمال اشتغلت، الله الله الله، الكرة العرضية فين؟ راحت يا جمعة، ضاعت يا جمعة، وفاول، ولكن على طول إيه فاول فعلا، فاول فعلا. سعود العزبة أشعر إنه تردد للحظات، أشعر إنه تردد للحظات، وتردده هو اللي خلى لعيبة النادي العربي يروحوا يحتجوا شوية وتلموا عليه شوية. ادي اللعبة اهو، يعني انا مش شايف ان في تلاحم، شايف ان خلفان لعب الكرة وده كان اخره، والدخول عليه ما كانش فيه تلاحم، ممكن يكون انكل رجله اتلوى في الارض، ممكن يكون الانكل نفسه اتلوى، ممكن والله اعلم، لكن شكلها في اللقطة اللي فاتت عادية. معانا مخرجنا فيسون، مدرب المخرج الفرنسي، ومعاه 18 كاميرا يعيدها لنا كده من كذا زاوية، تلاقي الحاجات جت على طول. وفي برنامج الحكم سنتابع أيضا مستقبلا لمزيد من التثقيف ومعرفة حقيقة بعض الكرات اللي بنتحير الحقيقة في قرارها ولا لا. ضربة حرة من مكان مميز جدا في حضر التباتا، كتير بيقولوا عليها أنها تشبه ضربة الجزاء في حضر التباتا، ضربة حرة على بعد حوالي 23 ياردة، لأنها قطرية سنة صغيرة، بره القائم اليمين للمرمى بأربع ياردات، فرايحة قطرية. تباتا وضربة حرة لصالح الرهيب تباتا، 38 سنة خبرة السنين تباتا، ولكن مسعود الزراعي يفرد زراعيه وبردة فعل وحسن تمركز يطلع على طول إلى رمية التماس، تلعب على طول الكربي. ليه؟ لأنها كانت بطيئة من تباتا، كانتش سريعة. تباتا تاني، الرياني السداوي الرياني عالية فوق، ولكن برافو أحمد إبراهيم، ما شاء الله يا أبو حميد، ما شاء الله أحمد إبراهيم المدافع العراقي نازل من السماء مش طالع من الأرض، طوله 190 سنتي أحمد إبراهيم، بسم الله ما شاء الله. أدي فاول لصالح النادي العربي، جارديل وحوار مع سعود العزبة، أدي اللعبة، سعود الزراعي لعب على ردة الفعل، ما لعبش على التوقع، لعب على ردة الفعل، لو كان لعب على التوقع وراح الزاوية القريبة كان زمانها جول، ويا ما حصلت. في حراس بيلعبوا على التوقع، يقول لك إن ده بيلعبها في الزاوية دي، فيروح بدري، يتفاجئ إنها في الزاوية اللي كان واقف فيها، تبقى هدف. عبد الرحمن منصور، يميني عبد الرحمن مش مظبوطة، وحشة قوي، تطلع إلى ضربة مرمى لصالح نادي الرياض. خلينا أقول إن بدأ يهبط أداء النادي العربي. هو راجع نص ملعبه، بيحمي نص ملعبه، لكن في النهايه هبط اداء النادي العربي. المدرجات من كل الجنسيات وما بين سيدات وانسات واطفال ومشجعين كبار مخضرمين وشباب صغير باطفال حضروا لمتابعه اللي والد كل منهم واسرتهم قالوا لهم تعالى ده العربي نادي كبير، تعالى ده الريان نادي كبير، فرايحين يشوفوا النادي الكبير
في اليوم الكبير. فوز الريان بالدوري بعد غياب طويل من 3 سنوات يعطي الثقة أكتر وأكتر. العربي يبحث لجمهوره الكبير عن فرحة غابت طويلاً عن قلعة النادي العربي. 21 سنة العربي ما خدش الدوري يا شباب، 21 سنة العربي ما خدش الدوري يا شباب، تخيل. ومن 25 سنة العربي ما خدش كأس الأمير يا شباب، معقولة؟ تخيل. ومن 21 سنة العربي ما أخدش كأس ولي العهد يا شباب، ومع ذلك الإخلاص والتفاني من جماهيره في حبهم ليه غير طبيعي، أي حب وأي وفاء. وده الانطلاقة، نادي الريان بيحاول، خلفان عايز ضربة جزاء، لكن الحكم فوق اللاعبين كمان تماما، قريب تماما، بالتالي لا اعتراض لم تعاطى. الهجمة مرتدة للنادي العربي، جارديل أمامية على طول إلى فرانكو والعرضية، ولكن إلى ضربة ركنية، علي سند النعيمي ينقذ الموقف. جماهير الريان عايزين ضربة جزاء، مرور لخلفان، انطلاقة واختراقة، وأي رشاقة تبدو طبيعية، تبدو طبيعية، أراها طبيعية، احتكاك إنساني، تلامس طبيعي. بيلعبوا كرة قدم، ما بيلعبوش كرة سلة، ما بيلعبوش كرة طايرة، في شبكة في النص ولا تنس، في تلامس، مش حتى تلاحم، ما تروحش لكلمة التلاحم، تلامس. ما فيش دفع، ما فيش عرقلة، ما فيش الكلام ده كله. سعود العزبة ممتاز، عالية فوق على طول، وحارس المرمى عمر باري يمسك بثبات، وأحمد إبراهيم بيعتذر له. أدي أحمد إبراهيم، فعلا يا أحمد خلي بالك الحاجات دي ممكن تعمل له مشكلة في الدراع بتاعه، زعلان بيبص له، ولكن برضو احترام أحمد إبراهيم لجزء من خطأه بالاعتذار ممتاز. خلاص عمر باري تقبل الموقف، مش هتلاقيه متنرفز ولا متوتر، ولا بعد كده في كرة مشتركة هتلاقيه يضربك بالبوكس ويسيب الكورة، في حراس بيعملوا كده. جمعة جابها الشمال لأن خلفان هناك، جابها اليمين قليل قوي، يعني نقدر نقول إن الريان مكسور الجناح، جناح اليمين مفيش، يعني الولد موفق بيهاجم ويعرف يعمل كرات عرضية، لكن التركيز أكتر على الشمال، وده مريح لعيبة النادي العربي، مريحهم، خلاهم عاملين زحمة ناحية اليمين معظم الوقت، مفيش مشكلة. محمد صلاح وفرانكو بيضغطوا على علي سند النعيمي وعبد الرحمن الكربي، أدي موفق إلى تباتا، معرفش ما ادالوش تاني ليه، عملها الناحية العكسية جميلة إلى سوريا، ولكن الاستلام يرجع تاني بشكل ممتاز إلى محمد جمعة، منه إلى خلفان، قد يصوب، ولكن إلى ضربة ركنة، إلى ضربة المرمى، من قبل ما ياخدها هو شكله هيصوب، لأن هو في مساحة جميلة وفي زاوية كويسة، ولكن تصطدم بأقدام تباتا في اللحظات الأخيرة وتتحول إلى ضربة ركنية. من عبد الرحمن لأقدام تباتا إلى ضربة ركنية. حلو التنويع. التنويع ليه؟ لأن الهجمة كانت من ناحية اليمين، راحت ناحية الشمال، انتهت في العمق، فده نوع من التنويع أو جزء من التنويع. نادي العربي بيحضر تبديل، مدرب لوكا شايف في حاجة مش طبيعية، ما أعتقدش أن حد مصاب وكان مستنيه، لا ده هي حاجة مش طبيعية هو شايفها، ممكن المدافع مدير عبد ربه، نشوف ممكن يعمل إيه. ممكن يطلع أحمد فتحي في نص الملعب تفتكروا، ومدير ينزل ورا في قلب خط الظهر ويطلع حد من نص الملعب تفتكروا. خلينا نشوف بيفكر في إيه المدرب لوكا، لأن أحمد فتحي في نص الملعب هيضيف سيطرة زمنية وسيطرة مؤثرة، أعتقد كده مع جارديل طبعا هيعمل تركيبة حلوة. نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام. تاني على طول أحمد فتحي يرجع لمسعود الزراعي، أمامية عند محمد صلاح، ضربة الرأس على طول دانيال جومو، نص ملعب النادي العربي لما بياخد الكرة مش قادر يسيطر عليها. سوريا الريان أحسن أفضل أخطر، مفيش كلام كده، الأمور واضحة تماما. نجينكو إلى موفق، لو اشتغلوا مع بعض شوية هيعملوا امتطاط عريض جميل للملعب،
ادي تباتا حيويه ونشاط ورغبه، بيعدي بيفوت، تاني تباتا زقها اكتر من اللازم، محمد سالم المال اقوى اسرع السن اصغر، يسيبها على طول الى رمي التماس لصالح نادي الريان. لعب تاني الى خلفان، الناحيه العكسيه عند سوريا ولا ايه؟ صغيره الى انجينكو اللاعب الكوري، كان هو وكاسيريز عملوا موسم البطوله، موسم بطوله الدوري، موسم عظيم هما الاثنين مع نادي الريان. انطلاقه تاني على طول الى جارديل، الهجمه المرتده هما بيلعبوا على دي، منه على طول الى فرانكو، يستلم ويرجع لورا، خلاص كل اللون الكحلي او الاسود رجع لورا فريق الريان. خلاص فرانكو، عبد الله معرفي، احمد ابراهيم، احمد فتحي، عميقه، محمد صلاح يا ولد لعيب الى فرانكو، ولكن على طول فاول لصالح النادي العربي. عبد الرحمن الكربي، شوف الحكم فين، حكم قريب تماما من اللعبه، عرقله من الخلف واضحه تماما، ابص الرجل اليمين في الرجل الشمال من ورا واضحه تماما، قرب الحكم والزاويه الصح تخليه يشوف الحاجات دي بقى ايه فورا. هتبقى بعيد، هتبقى بزاويه مش مظبوطه، هتسمح بلعيبه تقف في طريق زاويه الرؤيه، مش هتشوف. فالحكم تحركاته ولياقته هم الطريق الصحيح للقرارات الصحيحه، الطريق الاسهل والمختصر والافضل. ضربه حره يلعب جارديل، لاعب الوسط البرازيلي للنادي العربي، فين من ايام بسكوليتشي، خوخي ابو علام رحل الى نادي السد المصوبطيه، وادي الكره العاليه فوق، ضربه الراس على طول، السكند بول يا ولد يا ولد، ولكن بطيئه شويه، يمسك عمر باري، يمسك عمر باري، حلوه 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 اللعبه اللي فاتت، اتعملت بشكل كويس. فرانكو اللاعب الكولومبي اللي احترف معظم سنوات عمره في المكسيك، في جوادالاخارا، في ليون المكسيكي، في باتشوكا المكسيكي، لعيب عنده 32 سنة اللاعب الكولومبي، جايب هدفين لفريق النادي العربي في بطولة الدوري حتى الآن، لكن لسه نادي الريان لم يستفد من محترفيه بالكامل الأربعة. 66% سيطرة الريان، 34% للعربي، قلت نسبة استحواذ العربي على الكرة أكتر وزادت للريان. الريان محتاج الشراسة في الخط الهجومي، محتاج الشراسة، بتوزعوا كويس، بيقفوا كويس، بينقلوا اللعب كويس، مسيطرين كويس، لكن محتاج الشراسة في اللعب في اتجاه المرمى. أدي تباتا لكن مقفول عليه من جارديل، يرجع لورا ويقفل كويس، برافو جارديل، منه على طول عبد الله معرفي، ادي الهجمه المرتده لمحمد صلاح السريع، ومعاه موفق السريع، ولكن على طول موفق، موفق على طول يحترم قدرات محمد صلاح وامكانياته، ويطلع الى رميه التماس، الى رميه التماس مدير عبد ربه اللاعب اليمني. نشوف مدرب قال نستنى بعد اللعبه دي ولا ايه؟ هيدي فرصه للاعبين يشربوا الميه، مسموح بكده عشان درجة الحرارة. ادي ضربة الرأس، احنا أول مرة نلعب في الجو الحر، الماتشات اللي فاتت كلها كانت في ملاعب مكيفة، استاد جاسم بن حمد واستاد خليفة المونديالي، فكانت ملاعب مكيفة، درجة الحرارة فيها كانت 20 و22 درجة مئوية، يا دي الهنا ويا دي الرضا. بره درجة الحرارة 45 وفي الملعب كانت 22، لكن بدأنا نلعب على ملاعب الفرق المختلفة. مباراة النهارده هي امام حضراتكم، وبعدها كمان في مباراة قطر والشحنية، غدا الغرافة وام صلال والاهلي والخرطيات، وتأجلت مباراة الدحيل والسلية يوم الاحد، وكذلك السد والخور. ادي التصويبة اللي تصدى ليها مسعود الزراعي، نادي السد على القمة بعشر نقاط، نفس رصيد الدحيل، السلية الثالث بتسع نقاط، نفس رصيد العربي تسع نقاط، مركز الرابع الريان ثمان نقاط في المركز الخامس، ثم الغرافة وام صلال، الغرافة سبع نقاط السادس، وأم صلال أربع نقاط، زيه زي الشحنية صاحب المركز الثامن، بينما قطر بصمو الإيتو بتسع في المركز التاسع بثلاث نقاط، الأهلي بميلان ماتشالا وبدون مشعل عبد الله المرحلة اللي جاية للطرد ثلاث نقاط فقط في المركز العاشر، الخور بعادل السلامي اللي نتمنى له دائما وأبدا كل التوفيق زي كل المدربين، مع الخور نقطة واحدة فقط في المركز الحداشر، بينما الخرطيات ولا نقطة في المركز الثاني عشر. انذار للفرق اللي في المؤخرة للمرحلة القادمة، لكن أنا عندي إحساس إن الخرطيات هيفوق وهيعمل حاجات كويسة، لأن إمكانيات لعيبة الخرطيات كويسة، قدراتهم كويسة. منير
في النادي العربي، بينزل بدلا من ياسين يعقوب، وخروج ياسين ونزول مدير عبد ربه اللاعب اليمني. قرار مشاركة اللاعبين اليمنيين كمواطنين قرار يعني خدوق قرار إنساني قبل ما تاخدوه قرار فني ولا قرار سياسي ولا قرار جيران، خدوق قرار إنساني. اللاعب اليمني لاعب موهوب بطبعه بالفطرة، اللاعب اليمني موهوب، مش هنختلف على دي أبداً. واللاعبين اليمنيين منتشرين في الوطن العربي كله، خصوصا في الخليج، واخدين الجنسيات من صغرهم، سواء اللي اتولدوا او اللي حضروا في كل دول الخليج. فاللاعب اليمني موهوب وقيمته واسمه تاريخيا عظيم. وعلي محسن هو الرمز لليمن طبعا، طبعا اول هداف للدوري في تاريخ مصر ونجم نادي الزمالك استاذ علي محسن هناك في اليمن. فاللاعب اليمني موهوب، فكان قرار عظيم وانساني من سعاده الشيخ حمد بن خليفه الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم والمسؤولين بأن اللاعب اليمني يشارك كلاعب مواطن. السنة اللي فاتت الكلام دون نظرا للظروف طبعا اللي بتعيشها اليمن، اللي بنتمنى كلنا إن شاء الله أنها تعدي على خير ويعود الاستقرار لليمن ويعود سعيدا كما يجب أن يكون إن شاء الله. لكن قرار جميل الحقيقة. تاني على طول ترجع وراء في نص الملعب، جاسر يدخل بقوة لعبد الرحمن، يا ولد لعيب يا ولد، فنت جميل حلها كويس قوي الى سوريا جناحه اليمين، تحس ناحيه اليمين بقى فيها هيبه لما جالها سوريا. ها قبل كده كان اللمسه خفيفه وعاديه، جالها سوريا تحس بالهيبه كده شويه. اللعيب الكبير في اي مكان يحط وتحط اقدامه عليه وفيه تشعر دائما بالقيمه. ادي انجينكو، محتاجين رتم اسرع، لعيبه الريان محتاجين رتم اسرع، مسيطرين كويس قوي، لكن لعيبة العربي ممتازين، خطوطهم قريبة وعاملين كومباكت كويس، ضغطين المساحات كويس. تاني على طول إلى موفق، ترجع ورا إلى موسى هارون. كل لعيبة الفريقين في نص ملعب النادي العربي ما عدا عمر بابي، عمر باري في نص ملعب الريان طالع طبعا عشان يغطي ورا خط الظهر بالكامل. تاني على طول نجينكو، صوب يا جوما، يصوب ولكن تصطدم في سوريا وتتحول إلى ضربة مرمى، مرة في تباتا مرة في سوريا، لكن واضح ان رغبه التصويب موجوده، واضح ان في تعليمات من المدرب الارجنتيني رودولفو اروا بارينا بان التصويب هو من اهم الحلول. احمد فتحي زعلان على اي لعيب بيفرط في القفل والغلق على لعيبه الريان. مباراه تكتيكيه بالدرجه الاولى ما بين شكل مستمر ضغط وسيطره للريان وتراجع وتضييق مساحات للعربي. نشوف اللي جاي هيكون ايه. موسى هارون، موسى هارون لعلي سند النعيمي، علي سند النعيمي اللي شاط ركلة الترجيح اللي جابت لنادي الجيش كأس قطر في آخر مباراة لي، أو المباراة اللي فاز فيها بالبطولة الوحيدة في ذلك الوقت كان علي سند النعيمي قبل أن ينتقل ويتحول بعد ذلك، والآن موجود هو مع نادي الريان. نجينكو، دانيال جوم على طول الى تاباتا، اختفى بقاله 7-8 دقائق. نجينكو، محمد جمعه، لكن محمد جمعه باين ان هو بيجري في قفل عليه. لعيبه العربي على فكره عاملين جيل دفاعي يا جماعه ممتاز جدا. وادي الباص الامامي، فين 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 فين، والعرض عملها محمد جمعه. نعم نعم، يومك يا ولد، يومك يا ولد، محمد جمعه في يوم الجمعه يتقدم للرهيب باول اهداف اللقاء. نعم نعم نعم، حاول مسعود الزراعي مره ولكن كانت الغلبه في النهايه لراس محمد جمعه الظهير الايسر لنادي الريان. نعم نعم، سيطر الريان، نعم استحوذ، لكنه لم يصل الى المرمى بشكل شرعي ولا ايجابي كما هي هذه اللعبه. تعاملت جميله جدا جدا من دانيال جومو، ضربه الراس على طول مع المتابعه الجميله من محمد جمعه لتسكن الشباك وتعلن عن اول اهداف اللقاء. يومك يا جمعه، يومك، ربنا يخلي جمعه، ربنا يخلي جمعة للريان، للرهيب، لجماهيره، للأمة الريانية في كل مكان. حاول مسعود الزراعي ولكن العارضة ارتدت منها على طول ليكون محمد جمعة هو صاحب هدف اللقاء الأول لصالح الريان. 1-0 للريان، دقيقة 37 شهد على أول أهداف اللقاء. أحمد فتحي، عبد الله معرفي،
باقي قد ايه؟ باقي 8 دقايق على الوقت الاصلي للشوط الاول. ممكن تشوفوا ماتش شكله مختلف عن ال 20 30 دقيقه اللي فاتوا. ممكن تشوف الاحمر هو اللي ضاغط والريان راجع لورا، وده منطقي وطبيعي في المباريات الكبيره للفرق الكبيره. حضور جماهيري بدا يزيد بشكل جيد في المدرجات، استاد حمد الكبير ملعب النادي العربي يحتضن احداث هذا اللقاء الكبير. مشاهدينا الكرام، تحضيرات كبيره جدا جدا للقاء لاكبر قاعده جماهيريه موجوده في كره القدم القطريه، العربي والريان. الضربه الحره هيلعب جارديل، احمد ابراهيم كالعاده يتقدم، وفي عندنا فرانكو ارازيلا ايضا المهاجم الكولومبي. العربي بعد ما خسر بالعشرة نجح في الفوز مرتين على الخرطيات، واحد وعلى أم صلال خمسة. نعم، ليست العظمة في أن لا تسقط أبدا، بل العظمة في أن تسقط ثم تنهض سريعا. والعربي نهض سريعا، الآن العربي يسقط بهدف، هل ينهض سريعا؟ أدي الكرة العرضية على طول، ولكن برافو عمر باري بالبوكس يطلع تاني على طول خلفية، ولكن حكم اللقاء مسعود الزراعي وفاول لصالح نادي الريان. فاول لصالح الريان في اندفاع بدني قوي من جاسر يحيى، من عبد الله معرفي في الكره المشتركه اللي فاتت. وادي عمر باري مبدا الامان على طول بالبوكس، مفيش مجال انه يمسك هنا. وادي جاسر يحيى طالع معاه الحقيقه كويس قوي. جماهير الريان في المدرجات سعداء فرحانين، لسه الريان ما قدمش الشكل الجميل اللي جمهوره عايزه حتى الان. دعم كبير من رؤساء الانديه للاعبتهم لجماهيرهم، سعادة الشيخ سعود بن خالد الثاني رئيس نادي الريان الذي عاد عودة قوية لقيادة الريان بعد زمن، وجاب له بطولة الدوري بعد غياب طويل. والآن دعم كبير من سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن جبر الثاني، دعم المستمر للنادي العربي. والأزمة اللي تعرض لها النادي العربي نفسيا الحقيقة، والجرح الكبير بعد الخسارة بالرقم الكبير أمام السد، ولكن انتفاضة جاءت عربوية من مسؤوليه من نجومه من تاريخه الكبير من الكل، فعاد العربي قويا. الآن العربي متأخر واحد ويبحث عن التعويض، والريان يتقدم بهدف غالي ومهم جدا يعتلي به صدارة الدوري. إذا فاز النهاردة يرفع رصيده ل 11 نقطة، حتى إشعار آخر بلقاءات السد والدحيل والسيلية. أدي على طول العرضية تاني من دانيال جومو اللي عمل اللعبه اللي جا منها الهدف، لكن تعدي على طول الناحيه العكسيه. الدقيقه 41 الشوط الاول، 1-0 الرهيب اماميه. مدير عبد ربه، ضربه الراس على طول موفق. جينكو يرجع الى عمر باري. نادي الريان رغم تقدمه بالهدف الا انه لازال على نفس استراتيجيته، لازال ضاغط، لازال متقدم. تاني على طول نجينكو، يا ولد يا ولد يا ولد، تخطى الخطوط بقرار فردي. اداء لاعبي خط الوسط خلاص يا جماعه، خلاص اداء لاعبي خط الوسط اصبح مزيج ما بين التمرير والمراوغه. التمرير والدريبلينج نفسه خلاص، اللاعب بيخترق بنفسه بيروح، بس في اماكن فيها نسبه السيفتي مضمونه شويه شويه. محمد صلاح يقف ويأجل، يعمل ديلي جميل. الناحية العكسية فين؟ اشتغل بعرض الملعب. جاسر يحيى لأحمد فتحي اللي بدأ يزاول مهامه، بدأ يزيد في نص الملعب، هو عايز يزيد، عايز يقول لمدربه خلينا نتحول ل 4-4-2 وسيبنا زيد في نص الملعب. وده اللي ممكن يعمله لوكا مع مرور الوقت، هيخلي مدير يلعب جنب أحمد إبراهيم، هيعمل كده، وأحمد فتحي هيخش في نص الملعب ويسيب طريقة اللعب اللي هي 5-4-1 دي، ويلعب بأربعة 5-1 حتى الآن. نشوف المرحلة اللي جاية هتعمل إيه. حالة الهجوم أحمد فتحي بيزيد من نص الملعب، حالة الدفاع يرجع هو عشان يبقى واحد من الثلاثة للتأمين. عدلات التصويب والمحاولات، الريان 8 منهم 3 على المرمى. تاني على طول أمامية، 2 للعربي، الاثنين على المرمى، وناجح نجح عمر باري في التصدي. كان العربي تصوباته ربع عدد تصوبات الريان، لكن دقتها كامله في اللعب على المرمى. الريان 8 منهم 3 على المرمى، منهم واحد هدف. نجينكو عامل ماتش كويس على فكره، نجينكو عامل ماتش كويس بدنيا وفنيا. كلمه فنيا دايما بنقسمها ليه؟ فنيا
تكتيكيا كتكتيك كتنفيذ طريقه لعب واستراتيجيه لعب، وفنيا كمهاره حيث التكنيك نفسه، مهاره الاستلام، التسليم، التصويب، السيطره، الهيدرز، الحاجات دي كلها، دريبلينج نفسه. الجانب الفني بيشمل اكتر من حاجه. تاني خلفان، يا ولد يا ولد، لكن فاول فاول، وممكن انذار، فعلا انذار لمدير، انذار لمدير عطل. حرم حرم خلفان من هجمه واعده مؤثره مهمه. خلفان جميل، عمره ما قوم يتخانق ولا يتنرفز. وعمرك شفت رونالدو الظاهره لما انضرب قام اتخانق؟ عمرك شفته عمل كده؟ ابدا. عيب الكبار الموهوبين لما بيتضربوا قليل منهم جدا. ديل بيرو، عمرك ديل بيرو شفته لما انضرب قام يتخانق ولا انت بتعمل كده ليه ولا في ايه ولا يحطها في دماغه؟ ابدا ابدا ابدا. تاني على طول محمد صلاح، والله لما انضرب من راموس في نهائي اوروبا قام يعني بيبص له بصه كده صغيره، لا انت عملت كده ليه، ولا قال تصريح ضده وحش ولا ولا. وادي العرضيه الجميله جميله جميله جميله، مش ممكن مش ممكن، العرب اقترب من التعادل، كاد ان يسجل محمد صلاح، ولكن على طول دفاع نادي الريان ينقذ الموقف. مش ممكن مش ممكن، لكن لعبه جميله تبين النادي العربي عنده ادوات العوده، العربي يقدر يرجع، يقدر يتعادل ويكسب. مش بس كده، بينما الريان إمكانية إن يجيب الثاني والثالث بل والرابع والله موجودة. ده سر من أسرار صعوبة الماتشات الكبيرة ما بين الفرق الكبيرة مهما كانت حالتهم في الدوري. أحمد إبراهيم لاعب أربيل العراق السابق ولاعب منتخب العراق مع سلام شاكر، عملوا الحقيقة دويتو جميل لسنوات ليست قصيرة بعد جيل علي رحيمة طبعا وجاسم غلام لفترة ليست قصيرة أبطال آسيا في دفاع العراق. ده غير طبعا جيل الثمانينات والتسعينات، ده موضوع تاني، أتحدث عن الألفية الجديدة من 2004 ل 2007 و8 و10. جاسم غلام وعلي رحيمة مستمر لغاية 2015 حاجة. جاء أحمد إبراهيم بقى وسلام شاكر استلموا المهمة ومشوا بشكل جميل. سعد ناطق كان موجود في النادي العربي أيضا، دقيقتين وقت بدل ضايع يشير بيهم حكم اللقاء الرابع في مباراة النهاردة فيصل اليافعي. النادي العربي بدأ يزيد أكتر هجوميا أكتر. تاني على طول محمد صلاح رشيق الولد، لكن يا ولد يا علي، لا ولد علي، علي سند النعيم يقطع بشكل كويس قوي وذكاء منه على طول إلى خلفان. لازم يغير مكانه شوية، خلفان متمركز في منطقة واحدة، لازم ناحية اليمين شوية الشمال شوية، ينوع ويعمل نوع من المفاجأة. تاني على طول موفق، ما استخدموش نادي الريان النهاردة كتير موفق، ركزوا على محمد جمعة، وربنا كافئ جمعه الحقيقه بالهدف اللي جابه. كل مجتهد نصيب، اجتهد جدا الولد. ادي محمد جمعه، ده خلفان، خلفان تاني على طول، هاتوا خد تباتا، عايز يحضر له عشان يجي يشوط، بيعمل خريطه الطريق. ادي خلف، ادي على طول تباتا الى سوريا، الى خلفان، مثلث الرعب بقول لحضراتكم، اهلاوي فوقه، ممكن يفوقه جينكو، قد يصوب يصوب، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مدير، مدير فعلا، مدير مدير في اللعبه اللي فاتت، مدير ادار الموقف دفاعيا باقتدار وقفل زاويه التصويب على مرمى النادي العربي، كانت ممكن تكون الهدف الثاني. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف جارديل هيعمل ايه، ومحمد صلاح النيلي، محمد صلاح اشتغل بعرض الملعب، قلب الملعب تماما، غير اتجاه اللعب على طول الى جارديل. جارديل الحقيقه برضو يعني محمد سالم المال ما بيهاجمش، والعربي بيلعب خمسه والعربي مغلوب. محمد سالم المال بعد ربع ساعة لسه هو فاكرني فافتكر انه يطلع قدام، من بدري الكلام دون. ادي العرضية جامدة جدا يا محمد، مش معقول مش معقول، لوحده تماما محدش معاه، خسارة الدقة تكون بهذا الشكل. صافرة نهاية أحداث شوط أول كان فيه الريان أفضل أحسن أكثر استحواذ، تقدم بهدف من خلال محمد جمعة في الدقيقة 37. مشاهدينا الكرام، هنا من الأستاذ محمد الكبير تقبلوا تحياتي معلق اللقاء أحمد. ريان بهدف مقابل لا شيء، هدف سجله محمد جمعه الظهير الايسر بضربه راس من كره مرتده من العارضه في الدقيقه 37. الشوط الثاني اصبح النادي العربي باللون الاحمر الى اليسار، ونادي الريان باللون الازرق الغامق الى اليمين.
شوط اول كان فيه تبديل واحد فقط بنزول مدير عبد ربه بدلا من ياسين يعقوب. مع بدايه الشوط الثاني في تبديل ثاني بيعمله النادي العربي، بيدفع بفهد خلفان بدلا من لاعب الوسط جاسر يحيى، بيطلع لاعب وسط مدافع وبيدفع بلاعب مهاجم. ويا ترى هتبقى واقفه على كده بس ولا لا؟ ده ممكن كمان نلاقي فيه تغيير في طريقه اللعب، ان احمد فتحي كمان يدخل على نص الملعب ويلعب باثنين ستوبر فقط، اللي هيكونوا مثلا محمد ابراهيم ومدير عبد ربه، على يمينهم محمد سالم وعلى شمالهم عبد الرحمن منصور. نشوف رده فعل المدرب لوكا، المدرب الكرواتي للنادي العربي، في تحويل النتيجة من خسارة إلى تعادل ومن ثم يبحث عن انتصار. نشوف مع بعض مدرب أرجنتيني للريان، مدرب كرواتي لفريق النادي العربي. عالية فوق، البرازيلي جارديل يحط جسمه كويس لأحمد فتحي، شايفه فعلا في نص الملعب، شكله غير طريقة اللعب، شكله غير طريقة اللعب لوكا. هنشوف مع بعض المرحلة اللي جاية. فعلا أحمد فتحي خلاص لاعب خط وسط، خلاص بص هو اللي راح يضغط اهو. أهو ده الشوط الأولاني كان بيلعب ليبرو أو واحد من ثلاثة في خط ظهر النادي العربي. الشوط الثاني تغيير سيستم اللعب وكمان تغيير لعيب نص ملعب مدافع ونزول مهاجم فهد خلفان. نشوف مع بعض الشكل هيكون إيه. أمامية عند سيباستيان سوريا، نادي الريان اللي الشوط الأول استحواذه كان 66% مقابل 34 للنادي العربي. نادي الريان اللي في الشوط الاول عمل 8 تصوبات في اتجاه مرمى العربي منهم 3 على المرمى، بينما النادي العربي صوب 3 كرات فقط الشوط الاول، لكن الميزه ان الثلاثه كانوا على المرمى منهم اكثر من لعبه الحقيقه انقذها بشكل جيد طبعا عمر باري. خلفان ابراهيم خلفان نجم الريان حاليا، العربي سابقا، السد سابقا. جومو الكوري نجينكو لعلي سند النعيمي، يعملها على طول الى خلفان لكن مقفول كويس، احمد ابراهيم واقف ومامن لكن يطلعها وحشه، ترجع على طول لدانيال جومو، تصويب التباتا يا ولد واحده من حاجات تباتا، بسم الله ما شاء الله، شايط من 35 يارده هو واقف فوق الكوره بعمر 38 39 سنه. بص هو فين، بص قريب من نص الملعب اكتر من قربه من المرمى، ولكن حارس المرمى مسعود الزراعي بثبات يمسك على طول وينقذ الموقف. موسى هارون، قلت لحضراتكم السنة اللي فاتت العربي فاز 3-1 على الريان، والريان فاز على العربي في الماتش الثاني 4-2 في بطولة الدوري. أمامية عند تباتا، تعدي على طول من جديد نجينكو، خلفان يا رشقته يا مهارته، عدى من واحد والتاني لكن قفلوا عليه، جت المسانده تاني موجوده معاه من دانيال جومو. علي سند النعيمي لمسه واحده قاطع باستحواذ بتمرير، برافو علي. تاني على طول الى محمد جمعه صاحب هدف اللقاء الوحيد لعلي سند النعيمي، يعمل الباص جامده شويه، تروح على طول الى جارديل النجم البرازيلي، ومعاه نجينكو، وفاول على الكوري نجينكو، فاول احيانا اللعيب بيلجا لارتكاب اخطاء يعني ما بيكونش في حساباته ابدا، ولكن حله للمشكله او الموقف بيجبره انه احيانا يتعامل بهذا الشكل. عندنا مدير عبد ربه كان عنده انذار ايضا مع النادي العربي، ودلوقتي نجينكو عند انذار. سعود العزبه حكم اللقاء مع طالب سالم المري وخالد خلف حكام مساعدين. على طول الى عبد الرحمن الكربي لكن مضغوط عليه بقوه من عبد الله معرفي، اثنين من صغار السن ثبتوا اقدامهم في الفريقين. ادي الانطلاقه تاني على طول، انطلاقه اقصى اليمين، تحرك كويس عبد الرحمن منصور، عبد الرحمن اقصى اليسار على طول. عبد الرحمن منصور الشوط الاول كان باك شمال، الشوط الثاني جناح يمين. انتوا عارفين حضراتكم يعني الحسبه عامله ازاي؟ الشوط الأول عبد الرحمن منصور رقم 24 بالأحمر كان باك شمال، الشوط الثاني بيلعب باك يمين، بيلعب جناح يمين مش باك يمين، جناح يمين. في حاجة تانية هقول لحضراتكم عليها، مدير عبد ربه أصبح وكأنه باك شمال. وادي الانطلاقة أمامية إلى فرانكو، لكن محمد صلاح
مكمل معاه كويس. ادي محمد صلاح يوقف عليها تاني. محمد صلاح موفق، الاثنين حبه صبرة، الاثنين قصيرين، الاثنين حريفه. الى جارديل النجم البرازيلي، جارديل عليه عبد الرحمن الكربي، منعوا وحرموا من التقدم للامام بل اجبروا على العوده للخلف. ادي مدير اللاعب اليمني اللي المفروض ستوبر بيلعب، هو اصبح باك شمال. وخلفان فهد خلفان راس الحربه، فاكرينه يا جماعه فهد خلفان لعيب الخرطيات لاعب الريان بيلعب ستوبر، يعني اكتشافه كستوبر، يعني انا امكانياته اعرفها، امكانياته البدنيه الهجوميه اعرفها، لكن امكانياته كستوبر غريبه علينا او عليا انا تحديدا. الحقيقه المدرب لوكا عامل حاجات ما ينفعش اقول عليها حاجات غريبه او مش مظبوطه، لكن هي غريبه مش مظبوطه ما اقدرش اقول. اللي يبين ايه الاداء وظروف المباراه ونتيجتها. لكن باك شمال الشوط الثاني يبقى جناح يمين، مهاجم الشوط الثاني ينزل يبقى ستوبر، والليبرو او الاستوبر يبقى لاعب وسط مهاجم قريب من رؤوس الحربه. يعني حاجات كتيره قوي في وقت قليل في فرقه واحده. الحاجات دي ممكن تحصل واحده منهم بس في الموسم مره واحده، لكن ثلاث حاجات في ماتش واحد مع بدايه شوط ثاني. نشوف لوكا وحساباته ايه. ادي اللي كان باك شمال واصبح جناح يمين عبد الرحمن، هو قدراته تسمح انه يشتغل في كذا حته او كذا حاجه. يعني نشوف محمد سالم المال اللي اصلا راس حرب بيلعب باك يمين، ده اصلا راس حربه وكان هداف دوري الرديف قبل كده بالمناسبه، مهاجم راس حربه، ولكن لعب قبل كده باك يمين، عشان برضه ما نظلمش لوكا ونقول بيألف ولا بيعمل حاجات غلط، لا لعب قبل كده باك يمين. ادي مدير الى جارديل، محمد صلاح. لكن التغييرات الكتير في اماكن اللاعبين وتوظيفهم باماكن مختلفه كتير، ده معناه ان مفيش اي ثبات على حاجه حتى الان. يعني مجرد موقف وتاخر بهدف الدنيا كلها بتتغير بالشكل ده. يعني من اغرب المواقف اللي انا شفتها عموما مجموعه التغييرات الكتيره اللي حصلت. كورنر واضح، برافو عبد الرحمن. ادي الضربه الركنيه اخر من لمسها فعلا هو علي سند النعيمي برجله الشمال. محمد سالم المال متقدم النادي العربي، خسران بهدف عايز يعوض، مفيش كلام. الزياده العدديه دايما خاصه في الكرات الثابته معظمهم بيطلعوا لقدام، كل لعيبه النادي العربي جوه منطقه الجزاء باستثناء ثلاث لاعبين، بقوا اربعه، اثنين اربعه سته. ادي على طول الضربه الركنيه عاليه فوق، واحمد ابراهيم، احمد ابراهيم، ولكن لمس الكره من تحت، لمس الكره نفسها من تحت، لو لمس الكره من فوق الكره ما تعلاش كده. طبعا مرتبطه بالتوقيت، بالارتفاع، بنسبه الارتقاء نفسه وارتفاعه وارتفاع الكره. علي سند النعيمي الحقيقه بيعمل حاجات اكتر من ممتازه في كتير من المواقف للاعب اصلا باك شمال مواصفاته الهجوميه جميله كباك شمال. اماميه تاني على طول، ضربه الراس عبد الله معرفي الى فرانكو اللاعب الكولومبي، يبقى فالديراما. فالديراما رمز من رموز الكره الكولومبيه ولاعب القرن هناك في كولومبيا. من جديد خمس رودريجيز، طبعا هداف كاس العالم ككولومبي عظيم، الاسماء الجميله ايضا. تاني على طول الى خلفان، رشيق انيق، والله وحده كتير ساوى فريق. رمي التماس لصالح الريان، خلفان يعود ويدافع بشكل جيد ويلتزم، والالتزام ده احيانا بيقلل من كفاءته الهجوميه من حيث الطاقه وراحته شويه. أمامية تاني، شوف النادي العربي ضاغط، الاستراتيجية اتغيرت عن الشوط الأول. الشوط الأول معظمها كان نايم ورا في نص ملعبه، الشوط الثاني تغيير طريقة اللعب، تغيير أماكن اللاعبين، تغيير الاستراتيجية. السبب إيه؟ سبب نتيجة المباراة إنه مغلوب 1-0. يبقى أنت بتختار طريقة اللعب والاستراتيجية طبقا للهدف اللي أنت عايزه. متعادل أوكي، خسران حاجة، كسبان حاجة تانية وتالتة. رمي التماس محمد جمعة، عايز يلعب بسرعة قبل ما لعيبة العربي ينظموا نفسهم. إلى دانيال جومو، خطر شوية اللعبة دي لموسى هارون. تاني على طول أمامية أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم وسيباستيان سوريا، لكن أحمد إبراهيم مأمن نفسه كويس، يقف ويأجل يرجع تاني. مهارته مش جميلة قوي أحمد، مهارته عادية لكن بيأدي بشكل كويس.
يعني مهارته بالنسبة للبوزيشن بتاعه معقولة. فرانكو يا ولد امتصاص بالرأس ثم الناحية العكسية، لو لعبها تبقى خطر جدا، لو لعبها خطر جدا، عملها فعلا خطر جدا فعلا محمد صلاح. وابو مش معقول، مش معقول يا ابو حميد. الله 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 الله، حاجة من ريحة العربي، حاجة من ريحة العربي. أي والله أي والله، حلم جميل كاد أن يتحقق. فيها شك أوف سايد دي ولا إيه؟ محمد صلاح استلم كويس، وأحمد فتحي اللي جاي في توقيت مناسب ما بيلعبش بشماله، فعملها بوش رجله اليمين الخارجي، هي الأسرع هي الأسرع. أدي أحمد فتحي ليبرو أو ستوبر الشوط الأول، صانع لعب وقريب من المهاجم في الشوط الثاني، كاد أن يسجل، إمكانياته تسمح بكده إن هو يزيد في هذا المكان، لكن لعبة حلوة قوي قوي. برافو فرانكو وبرافو محمد صلاح والله. أدي مدير عبد الله معرفي أمامية على طول إلى فرانكو، فارق السرعة معاه. تاني فرانكو ناحية العكسية على طول جاي له أحمد فتحي برضه تاني، لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، علي سند النعيمي في الوقت المناسب، وأحمد فتحي يشكل عبء الحقيقة على دفاع نادي الريان. وتغيير طريقة اللعب الحقيقة والاستراتيجية للنادي العربي فرق كتير مع الفريق في الشوط الثاني ما فيش كلام، ولكن النادي الريان قدامه مساحات، هو يتهم المساحات. أدي خلفان يحاول يعدي ويقف يأجل يعمل تشيج دايركشن جميل ويغير في اتجاهاته وسرعاته ويغير في اتجاه اللعب على طول إلى تباتا. تباتا على مين ونجينكو، تباتا عميقة إلى سوريا، لكن الباص جامد شوية تطلع على طول إلى ضربة المرمى. ودي في إنذار لأحمد إبراهيم، اعترض على حاجة، اعترض على حاجة أحمد، كان عامل فاول مع سوريا والحكم مشاها فرجع له مع أقرب إيقاف، عشان كده القانون بيقول من حق الحكم إنه يمسك عن توقيع العقوبة إذا رأى أن في توقيعها أو في 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 لعبها فائدة للفريق المخطئ، وبعد ما اللعبة تستمر وتكتمل يرجع للقرار الإداري. القرار الإداري كان إيه؟ إنذار. القرار الفني إيه؟ كان فاول لكن هو عمل إتاحة فرصة. تبديل لنادي الريان، بيحضروا المدرب أروى بارينا، نشوف مع بعض المرحلة اللي جاية هنلاقي محمد بدر سيار يزود نص الملعب أكتر، يضيف لنص الملعب. ادي احمد ابراهيم، بلاش اعتراض يا ابو حميد، بلاش اعتراض. عدنان درجال واحد من اشهر المدافعين اللي تواجدوا هنا طبعا على مستوى اللعب والتدريب كنجم عراقي كبير عظيم. علي رحيمه ما ننساش دوره الكبير مع نادي الوكره ايضا لفتره عظيمه. راديش نيشل ما ننساش النجم الكبير ودوره الكبير ايضا كمدافع كبير مع اكثر من نادي. اللاعب العراقي عموما ليه قيمه وليه مكانه كبيره في الخليج وفي الوطن العربي. يبقى واحد من أهمهم أحمد راضي كهداف للدوري من قبل، المهاجم أيضا الكبير نشأة أكرم، ليبقى السفاح يونس محمود أحد أهم العراقيين اللي لعبوا في الخليج عموما أو خارج العراق، بل هو واحد من الهدافين التاريخيين لنادي عظيم بحجم الغرافة. وادي ضربة الرأس الثاني على طول، فرصة من جديد الثاني، فرصة الثاني، ولكن ولكن دفاع العربي في الوقت المناسب. والموسيقار نشأة أكرم لن ننسى، مش كده ولا إيه؟ فترته مش طويلة قوي لكن في النهاية هو قيمة. أقصى اليسار من تاني، أقصى اليسار حلوة من محمد جمعة، ولكن على طول حكم اللقاء سعود العزبة ويحتسب خطأ لصالح نادي الريان. سعود العزبة لمسة اليد ولا إيه؟ لمسة اليد، لمسة، لأن وضع إيده مش طبيعي، وضع الإيد مش طبيعي تشريحيا يعني، فالإيد طلعت لفوق زودت من حجم جسمه، لو راحت بالعرض يبقى تخنت جسمه يبقى زودت الحجم. الريان وخروج لعلي سند النعيمي ونزول بدر سيار. محمد بدر سيار، الاثنين المدربين غيروا اثنين ستوبر عندهم بدون شكوى شفناها، ياسين يعقوب مع العربي وعلي سند النعيمي مع الريان. نشوف مطلوب ايه. احمد ابراهيم ودي تباتا هيحضر لحد بره ولا ممكن يخدع ويلعبها في المرمى مباشره في حائط من اثنين، وده مناسب قوي. ادي تباتا على طول يطلع حارس المرمى مسعود الزراعي على طول الى خلفان، تصويبه لكن عاليه يا خلفان، عاليه تطلع على طول الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى.
والده إبراهيم خلفان واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي العربي طبعا، أو الرسام كما كان يطلق عليه، هو تطلق عليه الرسام من مطلع الثمانينات، ورسام الألفية الجديدة كان هو إنيستا طبعا. لكن شوفوا بقى لما يطلق عليه الرسام من سنة كام، وبعد 30 سنة يطلق على إنيستا الرسام. أصل الرسام هنا من النادي العربي الأحلام. كان نصر الهدمي لعيب نص ملعب محترم، عبد الله سعد كان لعيب نص ملعب برضه، حاجة قيمة كده وشياكة وستايل وحاجة جميلة، بعيدا عن كونه مدرب طبعا بعد كده ممتاز. الشخصيات الجميلة اللي كلنا بنحبها الحقيقة. ضربة حرة لصالح نادي الريان اللي بيعيد العربي للخلف، اتعملت على طول. الله 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 على اللعبة الأولى، الله على اللعبة الثانية، ولكن اللعبة الثالثة فين يا موسى هارون؟ ده شوف الباص معمول لك ازاي يا جماعة، ده باص كأنه الكرة حواليها مخدر، كأن الكرة خدرت كل اللاعبين ووصلت سهلة واستفاقت عند موسى هارون. استلمها ولكن تشعر انه كان الدقة عنده مش مظبوطة فعلا في اللعبة الأخيرة، الدقة ما كانتش مظبوطة. خسارة يا موسى، معمول لك باص جميل. 62 دقيقة مشاهدينا الكرام، والتقدم لازال للريان 1-0 على النادي العربي. محمد بدر سيار صغيرة على طول قصيرة لعبد الرحمن الكربي، من المدربين غيروا ستوبر في كل فريق أو قلب دفاع. أدي سيار، ترقب الجمهور واضح جدا جدا، لأن 1-0 تخلي الكل الآن، الخسران الآن عايز يتعادل والكسبان مش مطمن عايز التاني. أدي الأمامية على طول إلى فرانكو، أطول من اللازم على طول إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. العربي ماتشو اللي جاي هيبقى مع الشحنية، واللي بعده مع السلية، واللي بعده مع الغرافة. أما الريان فماتشو اللي جاي مع السد، واللي بعده مع الشحنية، واللي بعده مع الخور. تحضير لديغو مينديز جوناس، جوناثان اللاعب الأرجنتيني خلاص بدأ يحضر ويجهز عشان ياخد، يعني خد له حوالي 25 دقيقة متبقيين على ما ينزل. يعني نشوف جوناثان، مفيش حمد الله، مفيش محسن متولي، اللعيبة اللي خرجوا من نادي الريان، احتفاظ فقط بجاردال. ادي الارجنتيني وجايبه مدرب ارجنتيني بلدياته، حافظه وعارفه، عارف امكانياته وبيثق فيه، واكيد هيجيب حد عشان ينجحه، مش كده ولا ايه؟ هو كان مدرب سابق في نادي الوصل الاماراتي، قدم عروض طيبه مع نادي الوصل، وصل بيه للمركز الثاني، ولكن في دوري ابطال اسيا خسر كل مبارياته، منهم مرتين امام نادي السد، منهم مرتين امام السد. السد ان شاء الله امام الاستقلال 3-1 في مباراه الذهاب. الدحيل فاز ذهابا 1-0. النهارده في خبر كده سمعوا ان مباراه الدحيل بدل ما تتلعب يوم الاثنين هتتلعب يوم الثلاث مع بيروزي. الاتحاد الاسيوي قرر هذا الكلام بطلب من نادي بيروزي، وبالتالي مباراه الدحيل على ما اريد مبدئيا الى ان يتم التاكيد يعني هتكون يوم الثلاث مش الاثنين اللي جاي. من جديد الى انجينكو يطلعها تاني ويشيلها شيل، لكن تطلع رمي تماس، وادي التبديل جوناثان، ويخرج النجم خلفان. كنا عايزين نشوفهم جنب بعض، كنا عايزين نشوفهم مع بعض او جنب بعض، بيقول لك تشوفهم مع بعض لما نكون كسبانين 4 ولا 5. ادي خلفان النجم الكبير، لعب ضد فريق الطفوله، فريق والده وعمه واولاد عمه والاسره والعائله كلها، وينزل جوناثان اللاعب الارجنتيني مع نادي الريان، ونازل في ظروف كويسه ان الفريق كسبان، مش نازل والفريق خسران ولا متعادل ولا الماتش متعقرب، لا الدنيا حلوه يعني. يعني اللعيب الكويس الكبير هيبان، مش كده ولا ايه؟ محمد جمعه كل فريق عمل تبديلين حتى الان. جوناثان نجينكو يا ولد يا ولد، تاني على طول. محمد بدر السيار بطيء قوي يا محمد، خلي بالك. موسى هارون الى جوناثان، حط جسمه، لكن برافو محمد سالم المال على طول، يضغط احمد ابراهيم، خلص احمد بشكل بسيط وجميل وسهل،
برافو إلى محمد سالم المال، قطرية عكسية إلى موفق، الاستلام خطر، برافو برافو يا موفق، حافظ على الموقف تماما رغم مطاردة محمد صلاح لي، إلى محمد جمعة، عبد الرحمن الكربي، بص بطيء يا محمد يا عبد الرحمن، الباص هنا لازم يكون سريع يا شباب، تعود الباص بتاعك يكون سريع، خاصة في المساحات الضيقة، خلي الباص بتاعك سريع. ليه؟ واحد يقول لك ليه المساحات الضيقة؟ المساحات الضيقة هيبقى سهل لو الباص بطيء، المنافس يمد رجله ياخدها أو ياخد خطوة بياخدها، فخلي الباص سريع. عشان كده الاستلام والتسليم لازم التعود عليه من الصغر يكون برتم سريع، استلام وتسليم، استلام وتسليم، الباص سريع، الاستلام كمان لازم يكون في السنس العالي، وان اللعيب يروح للكرة ما يستناهاش، وان هو بيستلم يستلم الكرة بحركة، مش لازم استلمها تقف تحت رجله، كل الحاجات الاساسيات دي. تعليم في الصغر كان نقش على الحجر، كل حاجة بيبقى لها أسس. بدر السيار، أدي جينكو، أدي الهدف، الهدف اللي تسجل، الهدف اللي تسجل، الهدف اللي تسجل، محمد جمعة رايح، وادي على مرتين، محمد جمعة التحم بالحارس ولا لا؟ التحم بالحارس ولا لا؟ التحام طبيعي جدا أو حتى يكاد يكون ما التحمش، الكرة ما فيهاش أي حاجة. دقيقة 37 الشوط الأول، ويطير في السماء محمد جمعة طبعا فرحا بهدف غالي جدا جدا، خصوصا ان هو قدام النادي العربي، مش مجرد هدف وخلاص، محاولتين منهم مرة على المرمى. مدير من خلف من فهد خلفان، 60% مقابل 40%، سيطرة العربي الشوط الثاني عوضت الإجمالي. فهد خلفان باص أمامي على طول، مدير أحمد فرانكو وسط أربع لاعبين، قفل عليه كويس لعيبة الريان، برافو، عملوا شبكة دفاعية عليه كويسة قوي، وادي جوناسان بيعدي كويس قوي، لكن أوفسايد، قد تكون أوفسايد، قد تكون قاطع خط الظهر، واضح إنه من اللعيبة اللي بتحب تطير في اتجاه المرمى وتجري في اتجاه المرمى. ترجع تاني على طول إلى موفق، موفق إلى تباتا، إلى نجينكو، لعبد الرحمن الكربي، محمد جمعة، بدر السيار، عبد الرحمن الكربي، عارفين كل ده ليه؟ أقول لكم ليه؟ لأن أحمد فتحي ضغط فوق قوي وما نزلش مكانه، خطيرة ضربة الرأس ولكن إلى ضربة المرمى، ما نزلش مكانه فرانكو، فعبد الرحمن الكربي لاعب الوسط المدافع في نادي الريان كان لوحده، ولاعب الارتكاز إذا كان لوحده هيدير اللعب براحته والسيطرة هتكون موجودة. لازم الضغط على لاعب الوسط المدافع في كل فريق في حالة الدفاع، تضغط تروح تضغط عليه، يا راس الحربة يرجع، يا لاعب وسط مهاجم يروح يضغط عليه، تقلل نسبة السيطرة أو نقل الكرة بسهولة. ضربة ركنية لصالح الريان، هيلعب على طول النجم تباتا، ضربة الرأس على طول، ولكن ما فيش حد متحضر، إلى موفق يصوب، ولكن عالية بعيدة إلى ضربة المرمى، عالية وبعيدة إلى ضربة المرمى. النهاردة أحمد عبد المقصود قاعد احتياطي، محمد علاء قاعد احتياطي، لعيبة إمكانياتها عالية جدا جدا الحقيقة. أحمد السعدي عاد بعد غياب وكان شارك مع المنتخب، كان عنده قطع في رباط الصليب، الجناح الخطير الجميل، لاعب منتخب الشباب أبطال آسيا، واحد من اللعيبة المهمين. الريان عنده خط احتياطي ممتاز، محمد علاء، أحمد بدر سيار، أحمد عبد المقصود، إبراهيم مسعود، أحمد السعدي، ديوغو مينديز، جوناسان، محمود زكري حارس المرمى. أما العربي فشفنا التبديلات، بيحضر النادي العربي عشان ينزل فرانشيسكو اللاعب البرازيلي، هينزل مع النادي العربي، شوف هينزل مكان مين، هينزل بدلا من محمد سالم، فرانشيسكو، التغيير الثالث خلاص للنادي العربي، دخول قوي وقاسي في اللعبة الأخيرة، وبعدين لسه نازل سخن شوية،
يعني قاعد بره على غرفة على دكة البدلاء حاسس باللعيبة اللي بره والموقف فنازل سخن شوية. نشوف مع بعض ضربة الرأس. نادي العربي بيرمي بأوراق الحية على أمل إنه يعوض. عبد الرحمن رجع لعب باك يمين، يعني عبد الرحمن لعب باك شمال وبعدين لعب جناح يمين وبعدين رجع دلوقتي يلعب باك يمين. حاجات كتير قوي 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 قوي. خمس تصوبات منهم ثلاثة على المرمى للنادي العربي، خمسة منهم ثلاثة على المرمى. الشوط الأول كانوا ثلاثة على ثلاثة. هذه التصوبات بتاعت العربي كلها من داخل منطقة الجزاء، كلها من داخل منطقة الجزاء، ما فيش ولا تصويبة من خارج منطقة الجزاء. رمي التماس للنادي العربي بيبحث عن التعويض. أحمد فتحي ضاع وقت كتير لأحمد فتحي وهو بيلعب مدافع في الشوط الأول. أنا ما شفتش فريق اتعمل فيه تغيير وتبديل للاعبين في أماكنهم في مباراة واحدة زي اللي أنا شفته مع العربي النهاردة. لعيبة بتلعب في ثلاث أماكن، الشوط الأول باك شمال، الشوط الثاني جناح يمين، ودلوقتي بيلعب باك يمين. لعيب بيلعب ليبرو أو ستوبر من ضمن ثلاثة، واحد من ضمن ثلاثة أصبح بيلعب تحت رأس الحربة. لعيب مهاجم بينزل كبديل بيلعب ستوبر. يعني حاجات كتير قوي في وقت قليل في فرقة واحدة. فين فترة الإعداد؟ فين اختيارات اللاعبين؟ ما فترة الإعداد دي عشان إيه؟ ماتشات الودية عشان إيه؟ المفروض أنت دخلت في مرحلة الاستقرار. لعيب مصاب أو اتصاب جوه الماتش خلاص، لعيب اتصاب في غيره بره احتياطي. من قبل المباراة ما تتلعب عادي، لكن جوه المباراة كل هذه التغييرات والتبديلات في كل حاجة أول مرة أشوفها. أقصى اليسار. عبد الرحمن الكربي لم يتغير مكانه أبدا من القلائل. محمد صلاح لم يتغير مكانه. وإن كان محمد صلاح إحنا عارفين إنه مكانه الأكتر هو كويس جناح يمين. هو جناح يمين الولد حافظها من هو صغير في الريان وفي السلية، لكن هو ناحية الشمال مفيش مشاكل. عمر باري برافو يا عمر، برافو برافو برافو. يستفيد بالقانون اللي بيسمح لحارس المرمى اللي يلعب الكرة بإيديه داخل حدود منطقة الجزاء يستفيد منها تماما. استلام بحركة من فرانكو ولكن مضغوط عليه بقوة. برافو محمد جمعة. أمامية على طول عند سيبستيان سوريا اللي تطلع إلى رمية أتماس. نلعب في الدقيقة 73، لسه بدري قوي، لسه بدري قوي. العربي غير خلاص تبديلاته الثلاثة. الريان عمل تبديلين ووقع في الأرض دانيال جومو. ممكن يكون أحمد عبد المقصود بديل ليه. فعلا أحمد عبد المقصود جا جري، جا من ورا المرمى جري، أنا شايفه قدامي اهو. يبقى أحمد عبد المقصود بديلا ليه، وبكده بدلاء النادي العربي الريان اللي كانوا بيسخنوا خلاص هيبطلوا تسخين وهيجوا سواء كان أحمد السعدي أو محمد علاء أو إبراهيم مسعود ومحمود زكي، لأن مش هيبقى فيه تبديل تاني بعد كده. سوريا اتقطعت من سوريا لأحمد فتحي لجاردال. استلام بحركة، هي دي النقطة اللي بتكلم عليها، استلام بالحركة. أدي الباص اتعملت له تاني حلوة، كرة بتكافئه اتعملت له تالت برضه بتكافئه. ناوي على إيه مش عارف. نجينكو على طول للكربي، ياخد فاول من جاردال. فاول أحمد عبد المقصود هيحضر نفسه. لاعب العربي السابق أحمد لعب برضه في العربي، من الرحالة أحمد في الدوري القطري. رحالة، بدأ في نادي السد تحت 16 سنة، انتقل للنادي الأهلي، انتقل للمصلال، انتقل للإخوية، انتقل للنادي العربي، انتقل للريان مع منتخب قطر بطل الخليج هناك في السعودية خليج 22. فرصة تاني للاعبين شرب المياه كما هو مسموح في المناطق الحارة والجو ما فيش شك برضو، والرطوبة بتخلي اللاعبين محتاجين ان هم يشربوا المية. فمرة في الشوط الاول ومرة في الشوط الثاني، وفرصة التقاط الانفاس وفرصة للتعليمات ما بين فريق كسبان هياخد تعليمات بالتأمين وتهدئة الموقف والبحث عن انتصار بهدف تاني اكتر، وفريق اخر خسران المدرب هيدي الحوافز والدوافع النفسية والفنية لتعويض فارق الهدف ثم البحث عن الانتصار. يقول لهم ليه ما نكسبش، بتلعب قدامك لسه 15 دقيقة غير وقت ضايع. يقول لهم أنا عايز أتعادل وأكسب، حطوا فيهم الثقة دي. ما يقولهمش يلا عشان نتعادل، يلا عشان نتعادل، لا، يلا عشان نتعادل ويلا عشان نكسب. فالثقة تكون أكتر، طمأنينة لثقة اللاعبين في مدربهم فيهم أكتر، وبالتالي المجموعة في بعضها. كل ده مش بالكلام بس،
باستثارة اللاعبين، الروح، طلع مخزون بدني كويس، خلي التركيز أعلى، الإحساس بالمسؤولية أكتر، وبالتالي ممكن تلاقي نتيجة أفضل. أدي أحمد عبد المقصود الرحالة زي ما قلت لحضراتكم. والميزة في أحمد عبد المقصود أنه أجاد في كل الأندية اللي لعب ليها، في كل الأندية اللي لعب ليها، مع مصلال كان موجود وتألق وأبدع، كان مع أحمد فتحي، وادي دانيال جوم اللي كان جاله كرامب كده أو تقلص في عضلات السمانة ولا حاجة، ننزل أحمد عبد المقصود، تبديل الثالث خلاص والأخير لنادي الريان. نادي الأهلي المصري كان عايز أحمد عبد المقصود لولا رحيل حسام البدري عن تدريب النادي الأهلي، لكن كلم مسؤول النادي الأهلي عن أحمد عبد المقصود وكان خلاص ناويين إن هم يضموا ليهم. تغيير الأجهزة الفنية أحيانا والقناعات والظروف بتختلف. أحمد لاعب دولي قطري مؤثر ومهم جدا جدا، تاني على طول على مرتين، ضاغط النادي الريان الرهيب، بيبحث عن الهدف الثاني، عايز يخلص على الماتش، مش عايز يدي فرصة للنادي العربي في مجرد التفكير في العودة، عشان كده ضاغط. تاني على طول نجينكو، استلام بحركة ودوران إلى تباتا، منه لأحمد عبد المقصود، لمسة الواحدة على طول إلى سوريا، اتقفل عليه بشكل كويس أحمد إبراهيم، يا سلام يا أبو حميد، باص أمامي ولكن بدر سيار، برافو يا ولد، برافو يا ولد، الفوتورك عنده كويس للنيجيري، وغير اتجاهه وعمل دوران كامل حوالين نفسه وهو بيجري بوضع صعب شوية، لكن قدر يعملها كويس، ده معناه أن الفوتورك عنده شغله كويس، شغله كويس. فهد خلفان، يعني من الحاجات اللي أنا مستغربها أن فهد خلفان يكون ستوبر، لكنه بيجتهد والمدرب أقرب ليه مننا، بيبقى حاسس بيه وشايف، خصوصا مدرب زي لوكا، مدرب خبرته كبيرة. تاني على طول إلى فرانكو، والبديل اللي نزل جوناثان، حافظ على كورته يا ولد بقوة وإصرار، عبد الرحمن الكاربي ياخد إنذار، إنذار لعبد الرحمن، الموضوع دخل في عند، الموضوع دخل في مسألة عند، بص خلاص بقى عند، بقى مسألة كرامة، ما تكسبنيش، ما تهزمنيش، ما تكسرنيش، فخلاص اضطر يعمل فاول تكتيكي، وأنا بحب اللعيب اللي بيلجأ للفاول التكتيكي في المواقف الصعبة بدون ما يأذي اللعيب اللي قدامه، دي ثقافة، فاول التكتيكي ثقافة، خلي بالكوا. أدي الانطلاقة يا ولد، يا ولد، يقف لعيب، لعيب يعملها بره باصص وشايف يا روقانه، من برازيلي إلى برازيلي. تاني على طول فرانشيسكو إلى جارديل، هاتوا خد، لكن مقطوعة، جينكو اللي عامل مباراة كبيرة، هاتوا خد على طول، مثلث جميل اتعمل، تغيير اتجاه اللعب، منه على طول أمامية، أمامية جوناثان، جوناثان واحد على واحد مكانه المفضل، عايز يشوط ويلعب في الزاوية البعيدة، لعبته، لعبته واضح إنه واخد عليها وبيعرفها وبيعملها، ولكن تصطدم على طول في الدفاع العرباوي. عبد الرحمن الكوربي انذار، كان من اللعيبه اللي خرجوا اعاره فتره قصيره وعادوا من جديد الى نادي الريان. وادي لوكا في انتظار الفرج، والفرج بالنسبه له هو التعادل، مش عايز يخسر تاني بعد ما خسر من السد، وعرف طريق الفوز على الخرطيات ثم ام صلال بالخمسه، واقتناع كتير بان العربي يؤدي اداء محترم، مش عايز يرجع خطوه للخلف ولو نفسيا. أما الرهيب قبل مباراة السد في الجولة القادمة، عايز انتصار ويعتلي صدارة بطولة الدوري ولو مؤقتا. من جديد يا سلام على تباتا، يا جمال تباتا وروعة تباتا وعظم التباتا وسوريا والتصويب والتحضير، ولكن راحت إلى فهد خلفان، الهجوم المعاكس، برافو يا موفق، برافو موفق، برافو يا ولد والله، برافو. أحمد فتحي أمامية على طول، ضربة الرأس من جديد، محمد بدر سيار مميز تماما في اللعب بضربات الرأس بوضع حركي صعب، بدر السيار تاني مرة ينجح في الاختبار، أمامية من تاني فارياس، ولكن تطلع إلى رمي التماس. أدي فارياس، فرانشيسكو فارياس اللاعب البرازيلي، ومعه محمد بدر السيار مكتفه زي ما عمل عبد الرحمن الكربي. ودي تباتا الترقيصة الحلوة اللي فتح لنفسه زاوية لعب، ومساندة جميلة الحقيقة من سوريا، ولكن دفاع النادي العربي لها بالمرصاد. قطرية في مكان كويس، لكن موفق، فايق ورايق، برافو يا موفق، يطلع بيها إلى رمية التماس. نادي السد مسجل 21 هدف في 4 مباريات، منهم 10 في مباراة واحدة طبعا، ومسجل 21 هدف،
نادي السد هو أقوى دفاع في البطولة. سد والدحيل والريان هدفين فقط في مرمى الفرق الثلاثة الكبيرة. من جديد مدير جناحة اليمين، مدير جناحة اليمين، متخيلين حضراتكم ايه اللي حصل؟ مدير نزل المباراة ستوبر، وبعدين مدير بعد كده لعب باك شمال، ودلوقتي مدير لعب باك يمين. عبد الرحمن الباك الشمال بدأ المباراة باك شمال، بدأ الشوط الثاني جناح يمين، وبعدين نزل بقى باك يمين، ودلوقتي رجع تاني بقى باك شمال. الموضوع مبالغ فيه قوي 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 يا سيد لوكا، الموضوع مبالغ فيه قوي. تركيز اللاعبين واستقرارهم في مكان ثابت بالنسبة له عنصر من عناصر النجاح، مش كده ولا ايه؟ تصوبات الريان 5 من خارج منطقة الجزاء و6 من داخل منطقة الجزاء، 11 تصويبة للريان منهم 5 من خارج منطقة الجزاء. هذه الانطلاقة على طول، أحمد إبراهيم المدافع العراقي أسد من أسود الرافدين ينضم إلى قافلة المحترفين العراقيين في تاريخ الكرة القطرية، وتاريخهم دائما مشرف. أدي لوكا، يعني أنا مش عايز أقول إن لوكا يعني يطلع يقول أنا عملت كل حاجة، عملت كل ما يتعمل، مش بتغيير أماكن اللاعبين يبقى كل ما يتعمل. العربوية محتارين وكأنه بيقول له، بيقول له إزاي يغير من هنا لهنا؟ إزاي ودى ده هنا؟ إحنا محتارين لاعبتنا فين؟ أحيانا دي بتكون حرفية عالية قوي، وأحيانا بتكون فتاوي زيادة قوي. خبرة لوكا تخلينا نقول إنها حرفية عالية قوي، لكن أكتر مباراة في تاريخ تعليقي على المباريات من سنة 92، ربنا يديكوا الصحة وطولة العمر كلكم، ما شفتش مباراة مدرب غير أماكن لاعبين في الملعب زي ما لوكا عمل النهاردة مع النادي العربي من سنة 92. أي والله، في مباراة كبيرة في يوم كبير ضد فريق كبير زي الريان. أدي أحمد فتحي لمدير اللي خد إنذار ونزل في الشوط الأول، فرانشيسكو فارياس، أحمد عبد المقصود أحد بدلاء الريان الثلاثة، ورمي التماس لصالح الريان. رمي التماس عرباوي بشعار العربي محتفظ به وسيبقى محتفظ به إلى الأبد. نعم، حب وعشق حتى النخاع لكل عرباوي. كان الريان فوزه بالدوري من 3 سنوات بعد غياب يعني أقنع كتير من الشباب اللي كان صغير وسمع عن الرهيب، لكن العرباوي اللي لازال محتفظ بقيمته بانتمائه بوفائه بولائه لناديه شيء عظيم، شيء عظيم، قمة الوفاء، قمة الحب والانتماء. في الشغل في المدرسة ممكن حد يغيظه وحد يضايقه يقول له فين العربي فين العربي، هو بيحب، هو بيحب، هو وفي، هو إنسان وفي، إنسان محترم لنادي محترم كبير. على مسؤوليه أن يكونوا أكثر جدية في إسعاد جماهيرهم اللي مشتاق الفرحة، مشتاقين لفرحة. أمامية من تاني لمحمد صلاح، محمد صلاح يرجع إلى جارديل، من القلائل اللي أماكنهم ما تغيرتش، وحارس المرمى مسعود الزراعي. ترجع ورا تاني إلى فهد خلفان، عبد الله معرفي يرجع لورا، مش عبد الله معرفي بقى فين؟ أهو بقى مكانه، هو كمان مكانه اتغير، يعني عبد الله معرفي شايفينه فين؟ مكانه اتغير كمان. أحمد فتحي، تغيير اتجاه اللعب بشكل جميل، شكل جميل وحلو لعبد الرحمن، أكتر لعيب اتغير مكانه في الملعب. رجع تاني للعب بثلاثة، ونزول ورا عبد الله معرفي قد يكون جزء من الخطة وليس تغيير في الطريقة. أحمد عبد المقصود لسوريا بقمة الجدية، نادي الريان يبحث عن هدف تاني لأحمد عبد المقصود على طول، أحمد يعملها على طول إلى جوناثان وبروح عالية قوي قوي قوي. أحمد فتحي يتدخل، يا سلام يا أبو حميد، يا سلام يا أبو حميد، لكن دخل على الكرة وخدها، عشان كده الحكم سعود العزمي يقول لا شيء، وهيقوم الحمد لله، هيقوم الحمد لله. لاعب جوناثان سليم، الجمهور يراقب الموقف. ادي احمد فتحي دخل على الكره تماما، توقيته كويس. جارديل لعبد الرحمن منصور، شيب لمين يا عبد الرحمن؟ مش لحد ابدا. احمد فتحي عايز فاول، حكم يقول لا شيء،
اتلعبت على طول الى تباتا من نص الملعب، عايز يسجل لخروج مسعود زراعي من مرمى، لكن مسعود يلحق نفسه ويمسك على طول بثبات، وجمهور ريان بيقولوا له مش قوي كده يا تباتا، مش قوي كده. فهد خلفان لمين؟ مش لحد، بتقطع تاني وبسرعه وبسهوله قوي قوي. لعبت العربي بفقدوا الكوره في وقت محتاجين يحافظوا عليها كويس، تغير اماكن سبع لاعبين، سبع اماكن تم تغيير اماكنهم في الملعب في النادي العربي بلاعبين مختلفين، سبعه. تاني على طول الى تباتا، تغيير اتجاه اللعبه اقصى اليسار الى محمد جمعه صاحب هدف اللقاء الوحيد، ومنه الى مسعود الزراعي اللي يمسك بهدوء. يبدا الهجمه بسرعه الى جارديل، هنا محتاجه سرعه قوي والا لعيبه الريان هيرجعوا. تاني على طول موفق، يقطع موفق، برافو يا ولد، ارى اللعبه كويس، ارى اللعبه كويس. موفق عايز يعمل هات وخد، سوريا منه الى تباتا، ولكن تباتا بيديها له وعينه فيها، بيديها له وعينه فيها، صدقوني انا حاسسها كويس. يعني عايز يعمل معاه الوان 2 او الوان 3، هو عايز ياخدها لنفسه ويشوط، بس لو ما عملهوش هتبقى شكلها مش حلو. فراحت سبحان الله، ادي العرضيه، يطلع بدر سيار لاحمد عبد المقصود، لمحمد جمعه، لجوناثان. يا ولد يا ولد يا عبد الله معرفي، ارى اللعبه كويس يا ولد يا ولد. لعيب لعيب لعيب، التلات اربع حاجات اللي اتعملوا دول بتوع واحد لعيب. برافو عبد الله معرفي، الى جارديل، لعبد الرحمن منصور اللي عاد الى قواعده سالما كظهير ايسر من تاني، لفهد خلفان اللي كان ضاعت منه اغرب فرصه في تاريخ كره القدم قالوا عنها هو مع المنتخب الاولمبي. فهد خلفان كان مع المنتخب الاولمبي القطري، كان ضاعت منه فرصه قالوا عليها اغرب الفرص في تاريخ كره القدم، لكن ما اثرتش عليه، رجع وادى وسجل وعمل عروض محترمه. وادي الانطلاقه، فرصه تعادل، لكن اوف سايد، اوف سايد، رايه مرفوعه من المونديالي طالب سالم المري. كان ممكن يشوط هو بنفسه جوناثان، كان ممكن يشوط، هو بيقول له، بيقول له انا صح، انت صح، انا كان لازم اشوط، انا كان لازم اشوط، بس خلي بالك يا صلاح انا مش اناني، انا مش اناني. ها برضه مقفول عليه، خلي بالك مقفول عليه، محمد جمعه قفل عليه زاويه التصويب، فالحل كان انه يعمل باص بس ما حسش بالمكان، اهو بيقول له صح، انت صح، انت صح. لكن محمد جمعه يحسب له ان هو اللي منعه ان يديله فرصه التصويب. حاجات صغيره في غايه الاهميه، كرة القدم التفاصيل البسيطة دي هي اللي بتفرق في النتائج وفي الأهداف وفي أمور كثيرة. أحمد إبراهيم ضربة رأس، نلعب في الدقيقة 88، التسللات 4 العربي 2 الريان، 6 حالات تسلل في المباراة. موسى هارون عرباوي ولعب على هذا الملعب كلاعب للعربي والآن ضد العربي، لاعبين الدوليين أيضا موسى هارون سابقا. تاني على طول أمامية، جوناثان، جوناثان ترجع ورا تاني على طول إلى جارديل، معرفش ما بيشوطش ليه. أحمد عبد المقصود ما شاء الله نازل له، قلل كتير من قدراته اللاعب البرازيلي. تغيير اتجاه اللعب، أوف سايد، راجع من التسلل، راجع من التسلل في اللعبة اللي فاتت الحقيقة. فارياس اهو، بص حضراتكم التسلل اهو واضح تماما، طالب سالم المري حكم الدولي، تواجده في كأس العالم كان حاجة عظيمة وجميلة لزملاء الحكام قبل ما يكون ليه هو نفسه. عبد الرحمن جاسم طبعا، تاني على طول أمامية، النهارده الكابتن جاسم الهيل بيراقب اللقاء عن الحكام، المنسق العام عبد الله الأنصاري، مسؤول الإعلامي عبد الرحمن حسن الخليفي، مراقب المباراة كابتن محمد مبارك المهندي، واحد من نجوم الخور في الزمن الجميل، احد واحد من نجوم الخور في الزمن الجميل كان سعيد المسند، واحد ايضا من رموز نادي الخور وكابتنه والمنتخب والمستشار قطعا دائما وابدا للمنتخبات القطريه من الاول الى كل المنتخبات. الخور نقطه واحده فقط، نقطه واحده فقط من تعادل وثلاث خسائر، لا يجوز، لا يجوز. تاني على طول مرور جميل من فرانكو، وفرصة تعادل، فرصة تعادل، لكن جين كو يتصدى في الوقت المناسب إلى سوريا، إلى سوريا.
المكان ده سوريا مش بتاع مراوغة، المكان ده بتاع تسند على حد وتطلع معاه. مدير جاء تاني ناحية اليمين، مدير عبد ربه، وادي الكرة العرضية، جوناثان بيحاول يعمل خلفية لكن بعيد قوي قوي، عرباوي بيقول له اللعبة بعيدة وصعبة فعلا. ادي أمامية تاني على طول إلى فرانشيسكو، إلى جوناثان، عبد الله معرفي، إلى جارديل، فارياس دخوله الحقيقة جنب فرانكو بدأ يعمل قلق أكتر للعبة الريان. أدي على طول فرانكو، فرانكو ورايح له فارياس، ولكن اتضغط عليه بقوة من عبد الرحمن الكربي. تاني على طول إلى جوناثان لمدير عبد ربه، مدير أحمد إبراهيم على طريقة كومان الهولندي. أحمد إبراهيم الكرة الطويلة القطرية من المدافعين، ولكن في أوفسايد في اللعبة الأخيرة، أوفسايد يعني لعبة صريحة واضحة سهلة زي دي، إزاي فارياس يكون أوفسايد؟ إزاي يعني؟ خصوصا أن أنت شايف قدامك أن كل المدافعين طالعين لفوق، إزاي؟ يعني في حاجات ما ينفعش حد يغلط فيها، زي الباص اللي عمله غلط لمحمد صلاح وطلع محمد صلاح في الأوفسايد وكان ممكن يراوغ ويشوط أو يشوط. حاجات كده صغيرة بتبين أن التركيبة لها حدود، أو الدرجة بتاعة اللعيب لها منطقة معينة، وده موقف صعب، والمواقف الصعبة هي اللي بتبين قيمة اللاعبين وقيمة الكوتش نفسه. رتم المباراة بقى بطيء شويات، لعبة خنق شوية في نص الملعب. موفق يا ولد، فارياس بيحاول لكن ما قدرش. نجينكو لاعب الكوري، واحد من نجوم فرقة الريان النهاردة، نجينكو في نص الملعب عامل دور أنا حاسس بيه قوي 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 الحقيقة. يعني تاني على طول لأحمد عبد المقصود، شوف زاك ازاي خد الكرة وراح فين، شوف عمل اتساع بنفسه بدل ما يعمل باص لحد واقف هنا، هو عمل بنفسه لقى مساحة فاضية خد الكرة وراح لها، استهلك وقت، فتح عرض الملعب، ادى فرصة لزمايله قدامهم مساحات. عشان كده الريان لغاية دلوقتي لازال مسيطر، لازال مهيمن، فرصة تصويب هدف تاني، فرصة هدف تاني لأحمد عبد المقصود يصوب، ولكن دفاع النادي العربي في اللحظات الأخيرة. مدير عبد ربه برافو يا مدير، منه على طول إلى فارياس يحاول يعدي ويمر، ولكن فاول محمد جمعة، وإنذار لمحمد جمعة، إنذار لمحمد جمعة صاحب هدف اللقاء الوحيد، برضه فاول تكتيكي. وأنا بقول أنا مع الفاولات التكتيكية، أنا مع الفاولات دي لأن القانون بيصرح بيها. القانون ما قالش إن دي إجرام ولا طرد ولا، بس اعملها بدون ما يكون في أذية للمنافس، دي أهم حاجة. في وقت من الأوقات العنابي كان بيخسر وباقي على المباراة دقيقتين ثلاثة، وبسبب فاولات تكتيكية اللعيبة طيبين قوي كان ممكن يجي أهداف التعادل أو المكسب. لازم تتعود ان في وقت معين لكده. جمهور العرباوي يصرخ يبحث عن التعادل، لا يتمنى خساره جديده، وامام الرهيب تحديدا. السنه اللي فاتت كل فريق فاز على الثاني. صافره النهايه مشاهدينا الكرام، نعم انتصار بثلاث نقاط للرهيب، يعاود الانتصار على النادي العربي، يرفع نادي الريان رصيده الى 11 نقطه، يعتلي الصداره بفضل هدف محمد جمعه في الدقيقه 37 من الشوط الاول. العربي حاول واجتهد، ولكن لاول مره في تاريخ تعليقي من سنه 92 من القرن الماضي اشوف مدرب يغير 8 او 7 اماكن للاعبين في مباراه واحده. هذا ما فعله لوكا مع لعيب النادي العربي، هذا يعني انه غير مستقر على تشكيله ثابته او خطوط ثابته باسماء بعض اللاعبين. عموما إن شاء الله النادي العربي يعود المرات القادمة قريبة جدا مع الشحنية، مباراته القادمة ثم السلية، بينما الريان سيواجه السد وهو متصدر للبطولة.